السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العدد الثاني من برنامج حقق حلمك، طريق إلى النجاح، مع أول مشاركة. تفضلي عرفي نفسك. أنا معكم ناريمان طيار، طالبة سابقة في كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بابن عكنون بالعاصمة، متحصلة على شهادة ماستر تخصص سمعي بصري فرع إعلام بتقدير جيد جدا، وصحفية مبتدئة في قناة الجزائر أنوان. بتقدير جيد جدا، شحال معدل؟ دي سات. الله يبارك، صافي كنتي من النجباء تاع الجامعة هكا يعني. شحال عندكم المعدل ماكسيموم تاعكم شحال؟ 18. نعم. تيكي قريبة؟ قريب نعم. فرحوا بك داركم هذاك النهار. بيان سور. مين ديتي هذا المعدل؟ من عندنا ديتيه؟ فترة الماستر كامل جوزتها في الأنوان. جوزتيها هنايا؟ نعم. كامل. نعم. ناريمان طيار كانت صحفية عندنا تقريبا سنة. من جانفي 2020. من جانفي 2020. نعم. مازال ما قفلتي سنة؟ لا قفلت سنة. أنا قفلت سنة 2020 دوك أنا 2021. نحسبوا بالواحد ماشي. ناريمان طيار كانت من احسن الصحفيين اللي كانوا معانا. انا نشكرك بزاف اللي كنتي معانا. وراحت هي، هربتي هي، هربت وقيلة على جال كي كانت راح تجوز الماستر هكا. نعم كانت فتره على جال هذيك، كانت الفتره هذيك. ومن بعد انا كي حبست النشرات، حبست كل النشرات، هما عم بالهم انا حبستهم نهائيا. نو اناني نربوا في روحنا مع النشرات، كما كنت نقول لك البروجي تاعنا لازم نخدموه حنا، ما يجيش واحد من برا اللي يخدم هنا. هي ماشي يعني نقول ما لازمش، حبيت نتعلموا معاكم هذاك الشيء، نتعلموا كيف درنا البروجي تاعنا. وانتيا كنتي ما حبيتيش تكملي البروجي، لازم ندير نشره ولا ما نقدرش ندير. انتيا انا كي كنتي معانا كنتي ديري حتى البرامج الصغيره هذيك ولا الحصص الصغيره هذيك، لي روبريك كنتي لاباس بيك. ومن بعد هربت خلاتنا وراحت، ما عرفناش كامل وعلاش. ناريمان كي تقول هكا تضحك برك، هذا ماك. هيا قولي لنا وعلاش رحتي. ما رحت، كانت فترة وعاودت وليت. عاودتي وليتي؟ نعم. وعلاش وليتي؟ ما عندناش نشرة. لا ما نجيش فقط في جال النشرة. علاش؟ الصحافة ماشي فقط تلفزيون، الصحافة فيها الإعداد، فيها التحقيقات، فيها الروبورتاجات، هاد الأشياء كامل احنا درسناهم في الإعلام. ناريمان اليوم ما جبناهاش باش نديروا معاها حقق حلمك. ناريمان من الناس هي اللي حتقول لكم اسكو حققت حلمها ولا لا. احنا باش نوروا للسمع البصري باللي الناس كلها تحب تبان هكا. صح. انت زميلاتك هذوما، احكي لنا على زميلاتك، يحبوا يجوا للاعلام واش يحبوا يديروا؟ يحبوا التلفزيون سورتو، النشرات يحبوا النشره الاخباريه فقط. صح، هي صحافه في الحقيقه، فيها الاعداد، فيها اعداد البرامج، فيها تحقيقات، فيها نزول الى الميدان، فيها بزاف اشياء. هاد الاشياء احنا للاسف ما تعلمناهمش في الجامعه. الجامعه تكونك اكاديميا، تقرا فيها مقاييس باش تكون صحفي شامل، وتعرف على مثلا مقاييس، تقرا علم الاثار، تقرا الفلسفه، تقرا اشياء كثيره. علاش باش تكون صحفي ملم بكل شيء؟ لهذا احنا يعني انت كمسؤول هنا في القناه، انت هو المسؤول عن التوظيف. انا نطلب منك انك الاولويه تمنحها لاصحاب الاختصاص، الاصحاب اللي قراوا اعلام واتصال، لانه للاسف احنا في الجامعه نقراو قلت لك اكاديميا، لكن البخاتيك ما كاش، انك تتجرب ما كاش. باش تنزل للميدان لازم لك تكون هكا عندك على الاقل تربص في قناه. معليش حنايا شوفي، من ناحيه التربص تقريبا كنت يا جستي شحال من واحد جاز عندنا في تربص، وانا نحب تاع الاعلام والاتصال باش نقول بلي بالك انا نعطي لهم شويه من حقهم. مانيش نقول انا نعطيكم كل شيء، بصح نقدر نعطيكم شويه تتعلمي البراتيك. صح. هنا راح تتعلميه. ما كانش وحده جات لعندنا وتكون عندها شهاده سمعي بصري، اقسم بالله ما تفرط فيها. برك انا ما نقدرش ندخل 1000 2000، ما نقدرش ندخل. صح. 500 ما نقدرش، سورتو لو مومون اللي رانا فيه كورونا وكذا. احنا رانا قيس كيما نقولوا، احنا رانا ديجا نتوما اللي راكم مطلعين القناه بكم، نتوما اللي هي واقفه باش كيما هذو اللي راهم معنا الزملاء تاعنا كامل من التكنيك ولا من الصحفيين ولا كذا، هما اللي راهم شادين القناه. انا نخرج برا، انا نروح نشوف كوميرسيان، ندير بزاف خدمه باسكو رانا ناقصين. مازال ما نقولوش حنا رانا من الاوائل ولا كذا، المشاهد هو اللي يحكم علينا. من ناحيه الصحفيين انتوما عندكم ديفو واحد برك، هو اللي تجي لهنا تقول لك انا اعطيني ليكرون. هذا هو المشكل اللي كاين برك. هو بصح كاين صحفيات واحد اخرين جاوا عندنا ولا صحفيين جاوا عندنا يقول لك انا ندير الاعداد ما نحبش نبان. كاين معظم صحفيين اللي يعرفوا، كاين بزاف الناس ما تعرفش، تتعلم المونتاج، تتعلم كيفاش دير التقرير تاعها، تتعلم كيفاش دير التحرير، هادو كامل لازم هذا الشيء ولا لا؟
هذا انتم قريتوهم فنيه وانا هادو ماني نحب نستفاد منهم. انا اللي يقرا هذايا 5 سنين ولا 6 سنين ويجي لهنا انا نقدر نتبعه هو قرا خير مني في الدومين هذا. انا بالك مدير بصح ما قريتش واش يقرا الصحفي، فهمتي؟ صحيح. انا اليوم باش نجيت نقول لكم علاش جبنا ناريمان. ناريمان كي درنا كاستينغ تاعنا شكون قعدنا مع التكنيك تاعنا شكون اللي يقدر يكون في الحصه هذه، في الحصه هذه كمنشط هكذا. انت تحبي التنشيط؟ نعم هكذا. اليوم راح توري لهم اذا تقدري توفقي في هذا التنشيط. انا كاين بزاف ناس ما فهمتنيش بلي انا راني هنا في منصب ندير كاستينغ، كانه مدير يدير كاستينغ لواحد اللي جا، وعندي ناس زملائي وخاوتي وحبابي اللي يجوا لهنا نجيبهم، نجيبهم ماشي مثلك انت ولا مثل اللي يحب يحقق حلمه. كانت ناس حقت حلمها كما اللي جبته المره اللي فاتت تاع بنت أمية، هذاك حقق حلمه. هذاك زميلي لو كان يجيك واحد اخر يقول لك ما نجيش ما نوريش باللي انا هادو برك باش نحفز الشباب باش يقدروا يكونوا في طريق صحيح. انا لست بجورناليست كما تقول، لست بصحفي هكا. انا الصحافه خليتها لكم ليكم، انا عندي منصب نديرو كيما اليوم راح ننصب ناريمان. اذا راح تكون معايا هي اللي تعود تقدم الحصه تاعنا. الحصه كيفاش نقدمها؟ انا ندير كاستينغ وهي تقدم الحصه هكا. تقدري توفقي في هذه، تجي لهنا الميكرو وتقولي لهم كيفاش تبدا الحصه ونشوفوا كذا. نقدر نقول لهم ناريمان راح تكون معانا، راح تكون معايا ولا ما راحش تكون هكا. وانا اللي نديسيدي، واحد ما راح يديسيدي، انا ونسيمه والتكنيك اللي هم الله هكذا. تفضلي. ناريمان على بالك واش راح ديري؟ راح تقدمي البرنامج حقق حلمك. الاعداد راح يكون انت وزميلتك. زميلتك سيرين. سيرين نعم. سيرين هكا. سيرين اللي ما خلاوليش عليها الغاشي كامل، قالوا لي بريكسيتها وما عندكش الحق تهضر معاها هكا. سيرين هاي معانا، سيرين بنت القناه الانوان. سيرين نعم اسمح لي برك. سيرين انا نتمنى لو كان جيت ماشي فقط عندي 18 سنه دخلت لقناه اعلاميه، تمنيت لو كان كنت برك في فتره ليسونس وقدرت ندير تربص في قناه اعلاميه. انا نتحدى اي قناه ولا اي واحده ويتكلم يروح لقناه اخرى ويلقى وحده عندها 18 سنه هذا وين راهي في بدايه المشوار تاعها هذا وماشي تخصص تاعها، ويعطوا لها حصه، يعطوا لها حصه ولا برنامج. معليش انا سيرين متمكنه، انا باش يكون على الناس. سيرين في الحلقه اللي فاتت كانت معانا. سيرين انا كيفاش ابهرتني كيما نقولوا، انا باش جبتها عندي، انا جبتها لعندي وقلت لهم لي يسحق سيرين ويقدر ياخذها في مكان اخر تكون احسن من مكاني يديها ما كاش مشكل. بصح سيرين تاعي تاعي انا، ها هاني قلت لكم سيرين نبصم عليها ب10 واش تزيدوا هكذا. ان شاء الله ربي يوفقها نقول ان شاء الله. هذا ما كان، تفضلي. من هنا من هذه البوابه تستطيع ان تحقق حلمك، من هنا تستطيع أن تبرز قدراتك، من هنا تستطيع أن تترك بصمتك. قناة الجزائر أنوان بقيادة مديرها وصاحبها السيد إبراهيم عامر، وكما عودتكم دائما تفتح الفرصة للشباب المبدع والطموح لتحقيق أحلامه في جميع المجالات. الكل في ميزان واحد والموهبة هي الفاصل. لكل شخص يمتلك أي موهبة، سواء كنت صحفيا أو كاتبا أو شاعرا أو تطمح لتحقيق مشروعك الشخصي، لا تتردد، تواصل معنا لتحقيق حلمك على قناة الجزائر أنوان. ناريمان هي مليحة المقدمة كانت ما شاء الله، بصح حنايا ما نشرحوا غير في الكتاب ولا في ولا في الإعلام والاتصال، حنا هادية في كل مجالات. حتى انت الى هوات، ما نقولوش غير هوات، اللي عنده حب يدير شركة، حبي يدير شركة وعنده 50 ولا 60 مليون في الدار وما يدير بها والو، حنا نقدروا بهذيك ال50 مليون نقدروا نبعثوه للطريق للنجاح. نقدروا واش حب يدير وزين نقدروا نبعثوه وين يروح، نقدروا نبعثوه وين يشوف الماشينة تاعو، كل واحد نقدروا وين نبعثوه، أي مجال، في أي مجال نقدروا نبعثوه. حنا عندنا حوايج اللي نعرفوهم نبعثوه لهم. عم تشمل جميع المجالات. هذه هي. زيدي قولي لهم هذه باش. لكل شخص يطمح إلى تحقيق مشروعه الخاص ما عليه سوى أن يتواصل معنا لتحقيق أحلامه. عجبتك نسيمة؟ مديرة عجبتك؟ هيا عملي كامل لهنايا. هاي ما دام ناول هاي قالت لك أوكي هكا سات لك. ها أنا نقول لكم من اليوم فصاعدا إن شاء الله ناريمان طيار هكا. ناريمان طيار راح تكون معنا في حصة تحقق حلمك، هي اللي تقدم برنامج. حتى كي تبعتوا التواصل الاجتماعي راح تكون ناريمان وسيرين هما اللي راح يستقبلوا كامل المكالمة تاعكم ويشوفوا واش حبيتوا واش ما حبيتوش، وهما اللي يجيبوكم لهنا،
هم المسؤولين على الحصة هكا. أنا ما عليا غندي الكاستينغ برك. كيما اليوم شكون اللي عندنا كامل ناريمان؟ عندنا الأستاذة سهام، المديرة سهام. إيه؟ عندنا طالبة. قولي لهم مالك تفضلي. نعم، عندنا الأستاذة سهام، مديرة سهام. إيه؟ مديرة المدرسة. إيه؟ عندنا أيضا الطالبة مروة. إيه؟ هذه وش حبت الطالبة؟ طالبة مروة هي طالبة سنة ثانية ليسانس ترجمة. تحلم أن تكون صحفية في المستقبل. إن شاء الله. هذه عندها الحق. عندها تربص مدة 12 يوما. أه؟ مع كريم بوسالم، صحفي المرحوم كريم بوسالم. عندها شهادة. عندها شهادة. نعم. وهذه تقدر تكون بها صحفية؟ لماذا لا، تكون مقدمة برنامج إعلامية. إعلامية؟ نعم. عندها الحق ولا ما عندهاش؟ أي إنسان عنده الحق من يدخل الصحافة. صح، سحب الإعلام والاتصال ما تحبوش. لا لا لا، احنا نقول الأولوية لنا، هو المجال مفتوح للجامعة لكن الأولوية لأصحاب الاختصاص. أيوة. المجال مفتوح للجامعة، لكل واحد عنده موهبة يقدر. هما هادو عبا كيفاش داروا؟ هذه تاني أصغر صحفية، تقول أصغر مقدمة، هكا نقول أصغر مقدمة برامج. هي 18 سنة تاني مثل النسرين. إن شاء الله ما يقولوا ليش وعلاش دي لا كاستينج. أنا لازم نكون هكا. كاستينج تاعنا لازم نكون هكا. صح، أنا نكون ماشي مع الكاستينج كيما المديرة اللي هي جاية، راح نتحاور معاها كيفاش حققت الحلم تاعها. بصح مروة راح صح ولا لا؟ راح نكون معاها شويه قاسي. لا صح، لا انا مازال ما حققتش الاحلام تاعها. بارك الله فيك، بالك منا تبدل الوجهه تاعها وتروح لجهه اخرى هكذا. نعم، هيا قدمي مروه ان شاء الله تلاقوا مع مروه. والان نترككم مع المشتركه مروه من الجزائر العاصمه. مروه، مرحبا بك مروه. هي بارك فيك. ميرسي. ما سمعتكش. لا يسلمك. شكرا استضافتي فتيناتي. شكرا انت على الاستضافة. شكرا انت اللي جيتي هنا. لا شكرا. مرحبا بك مروة. عرفينا بنفسك مروة. مروة بن عرب، 18 سنة، من الجزائر العاصمة، متحصلة على بكالوريا 2020 في اللغات، وحاليا طالبة في معهد الترجمة سنة ثانية ليسانس. الله يبارك. كذلك متربصة وعندي شهادات في الإعلام. مازال الإعلام. نعم. أنا غير تقول الإعلام وزد روحك. شحال في عمرك إكزاكت؟ 18 ولا 17؟ 18. فلتيها 18 جونفي 2022. 19 جونفي. هما اللي يعرف مروة هاي زايدة في جونفي باش ديروا لها الأنيفرسير تاعها هكا. مروة إن شاء الله. مروة متحصلة على شهادة بكالوريا 2020. شحال جبتي المعدل؟ علاش؟ 15.57، وكنت الأولى في الدفعة تاعي. الأولى؟ في الدفعة تاعي تاع اللغات. تاع اللغات. نعم. 13. 13.57. 57 في الجزائر؟ لا، في الثانوية تاعنا. في الليسي تاعكم. الله يبارك. صافي كنتي من التلاميذ النجباء هكا يقول. نعم. الله يبارك. إيه، وراكي ديري في الترجمة. نعم. إيه. والحلم تاعك وشنو هو؟ حنايا عباك الحصة تاعنا. حقق حلمك، احنا نقدروا منا، يقدر واحد يختارك، يقدر واحد يديك منا، يا منا يا اليوم راهم يشوفوا فيك ناس يحبوا يعرفوا شكون هذه مروة. مروة راهي في الترجمة. أنا إن شاء الله في الترجمة تاعك شي واحد يديك منا اليوم ويحطك في شركة، وعلاش لا لا؟ مسحقين اللي يدير ترجمة على بالك؟ نعم. مسحقوها بزاف ميادين هنا. صحيح. الحلم تاعك؟ أنه نكون مترجمة في ميدان الإعلام، لأنه الإعلامي. مترجمة في ميدان الإعلام؟ نعم. هذا تخصص جديد ولا درتيه أنتيا؟ لا، ماشي تخصص. أنا يا من أسكو تخصص هذا ولا أنتيا كي تخيلي فيه باش يكون في الحلم تاعك؟ نعم، أنا نتخيل هكا. تتخيلي هكا؟ نعم. الحلم ولا التخيل؟ لا حلم. حلم؟ نعم. ترجمي؟ ماشي نترجم، ولكن الإعلامي هو الهدف ديالو إيصال الرسالة إلى العالم، والرسالة هذه لازم تكون بجميع اللغات. صح. أنا مدامني في ميدان اللغات، مدابيا نوظفهم في الإعلام، لأنه الإعلام هو حلمي منذ صغري. خلاص، أنت الإعلام هو حلمك من الصغر، وعلاش ما رحتيش قريتي إعلام واتصال؟ لأنه خيرت الأولوية للغات. للغات، صافي. نعم. أنت الحلم تاعك اللغات. أها. هكا. وكانت عندي فرصة تكوين، قلت لي ما لا، هذه الفرصة ما نوظفهاش ونزيد نحقق الحلم تاعي ثاني اللي هو الإعلام. عندك زوج أحلام. زوج. نعم. ماشي كيما سيرين جابت لي 5 ولا 6. لا، تعرفي سيرين؟ نعم. هذيك الحصة كامل قالوا لي أنت كنت قاسي مع سيرين. صح، أنا كنت قاسي معها شوية.
لا لا. انا كنت نقول الحق. انا سيرين كنت حابها تكون تختار حاجه ولا اثنين. كم احنا جزنا على الصغر تاعنا هكا نقولوا علاش ما اخترتش حاجه ولا اثنين نقدر نكون فيها مليح. دوكا كي تختار سته ما راحش ديرهم في سته انفوسيف. انا نقولها لها سيرين انت راح ديري زوج ولا ثلاثه حوايج تكوني فيهم طوب ان شاء الله ودير فيهم تطلق الطاقه تاعها كامل تما. وانت اليوم جيتي لصحاب الاعلام والاتصال حبيتي تدي مكانتهم هكا؟ لا 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 نعم. انا نقول هكا. انا لي قولي ندنا الاعلام والاتصال نقول له علاش انت كي حابه تكوني صحفيه؟ نعم ان شاء الله. وعلاش ما تقريتي الصحافه مزكي صغيره تروحي تقراي صحافه؟ ان شاء الله الا كانت عندي لا. فرصه اخرى نقدر نعاود البكالوريا تاعي ونروح نقرا تخصص الصحافه تيات. لكن بعد ما نتخرج من الترجمه. بعد ما تخرجي من الترجمه تروحي للصحافه ان شاء الله؟ لما لا. لو كنت تولي صحفيه معروفه وغدوه من الغدوه كي تكوني في مكان هكا وتكوني هكا بعد يقولوا قرات الترجمه بصح هي صحفيه تجيك نورمال عادي؟ هذا الحظ يقولوا له. كاين عده صحفيين مشهورين في العالم ما قراوش اعلام لكن هم من بين ماشي صحفيين هذوك مقدمين. انا ما نقولش هذوك صحفيين. انت تقدري تقدمي نشره اخبار؟ نعم لما لا تقدري. نعم صافي القرايه عندك. نقول انا دائما ندير نداء لهذوك اللي يقراو في الاعلام والاتصال يحبسوا القرايه يروحوا يقراوا دورات تكوينيه. كيما انت قريتي دورات تكوينيه؟ نعم. شحال فيها الدورات التكوينيه تاعك؟ ثلاثة اشهر تحت تأطير الاعلامي الراحل كريم بوسالم الله يرحمه ويسع عليه. معليش احنا ما نش نقولوا على اللي قراك. انا نقولوا انت كي قريتي ثلاث اشهر حسيتي روحك صحفيه؟ ما حسيتش روحي صحفيه لكن ديت نوعا من الخبره. ما نقولش خبره كبيره. الخبرة. نعم. معليش الخبره هي عندك دوك الخبره. تقدري تكوني على 10 سنين صحفيه؟ لما لا. فاش الصحفية؟ في أي نوع في أي برنامج صحفي؟ انت وين تميلي كامل؟ وين تميلي؟ للنشرة؟ أنا ما عنديش إشكال مع كل البرامج لكن عبالك تقولي لي نشرة تحبي النشرة أنت؟ إيه نحب النشرة. وتحبي تديري النشرة؟ نعم. نشرة لو كان ما تكونيش قريتي صحفية أنا ما نقدرش نقول لك تروحي للنشرة. هي مسكينة قرات التحرير قرات كل شيء وكما كانت تقول لكم مقبلة ناريمان هم شتي وش عندهم؟ ناريمان إذا تشاطرني عندها الحق بس عندها الحق تكون تقرا نشره. ها هاي تقول لك من هيك ناريمان بالك الصوت ماشي الحق ناريمان تقول لك النشره لا لا عبك علاش انا نقول لك هكا. انا شغل كل واحد نحبوا نعطوا له حقه. انا هنا في القناه تاعنا نقول لهم اللي يجي يدير نشره وما عنده الشهاده اعلام واتصال انا ما نقبلوش. ماشي زعما نحقرك ولا كيما هم يقولوا راني نبريكسي في الشباب ونطيح لهم الحلم تاعهم. نو سي كونترير. انا انتيا دوك نقدر نخرج منك حاجه وانتيا ما كاشها فيك صح ولا لا؟ نقدر انا نخرج منك حاجه. واش تعرفي ديري؟ هيا قولي لنا. نحي النشره من راسك نحيها. عندي نحيها. نعم وان شاء الله تلقاها في جهه اخرى. معليش ان شاء الله صافي كي حابه النشره. لا معليش مام انتي واش كي حابه في الاعلام هذا في من ناحيه التنشيط ولا تقديم؟ انا ماذا بيا ندي الخبره في كل البرامج. كل برامج ما منبانش سوغ ليكرون. انا لو بوت ديالي سي با باش نبان. اه انا معليش تربصي هنايا ما تقبلونيش لا باس. انا المهم بالنسبه ليا خاصه في هذا العمر ديالي هو ندي الخبره وندي التجارب. مثلا الان في مده بزاف قصيره تعلمت المونتاج وهذا شيء كبير بالنسبه ليا. صح. وماذا بيا نحبط التيغه ماذا بيا ندير بزاف عفايس. معليش نعم انتي عندك اختك صحفيه؟ نعم قرات اعلام واتصال. عندي الاخ ديالي ثاني تقرا اعلام صافي زوج في الدار قراوا اعلام واتصال. نعم. وما عندهمش علاقه دوكا بالاعلام واتصال. نعم ما عندهمش علاقه. هادو لو كان تروحي ليه انت ولا اختك تروحي ليها واش تقول لك؟ حلمي انا نكون صحفيه هكا ولا لا؟ واش راهي دير اختك؟ استاذه لغه عربيه. واخوك؟ موظف في شركه فرنسيه. الله يبارك. لقاو مكانتهم عندهم مكانه تاعهم هكا ولا لا؟ بصح لو كان تروحي لاختك تقولي لها اختي انا جبت لك مكان تجي ولا ما تجيش اختك؟ تجي اكيد. تقدر تخلى على المنصب تاعها باش تجي؟ لا لا. نعم صافي على بالك بلي ما تجيش. على بالي بلي ما تخلاش على المنصب تاعها. خوك اختك قالوا لك انت اللي تدخل فينا هكا؟ لا كل واحد سطر احلامه بنفسه. نعم وانت الحلم تاعك اعطيني الحلم الاول تاعك وشنو هو؟ انه نكون مترجمه. مترجمه خلاص نديروك في الترجمه وما نخلوكش في الصحافه. معليش معليش. لا الصحافه انايا راح نزيد يعني مام راح نزيد ندير تكوين
انا لانه الصحافه حبيتها يعني من الحلم تاعك الاول والترجمه. نعم. والحلم تاعك الثاني صحافه. صحافه صح. تقدري تقدمي لنا كاش حاجه باش نعرفوا مروه واش تقدم مثلا؟ تقديم باش نشوفوا كي يشوفوك الناس يقول لك هذه متمكنه وتقدر دير برنامج. تحبي البرنامج تديريه قاعده ولا واقفه؟ لكم انت واش تحبي كي تكوني اليز واش؟ قاعده. قاعده. نعم. بس انا نحبك كي تكوني واقفه. معليش. تفضلي هنايا. تفضلي. مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج تريندينغ لهذا اليوم. مواضيع كثيرة عملت ضج على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها على الخصوص المنتخب الجزائري النسوي اللي فاز على نظيره السوداني ب 14 هدف مقابل لا شيء. كذلك الفنانين الثلاثة سهيلة بن الشهب، سول كينغ وموح ميلانو يحملان اسم الجزائر في ترشيحهما لجائزة أفضل فنان إفريقي. هذه حفظتيها؟ لا حفظتها. على باب اللي حتجوزي هكا شوية تحضير. تحضير. نعم. حضرتي؟ نعم. شتي صحفة فيها التحضير، فيها شارم، فيها شارم شباب اللي يتعلموا. تعرفي ديري مونتاج؟ تعرفي انت مين بلادك؟ انتخ بني ورتيلان وسطيف. تهضري اللهجة القبائلية؟ نعم اللهجة القبائلية نهضرها. تهضريها؟ ديري لي حاجة باللهجة القبائلية. انا عبوكش نحب، نحب كل صحفي يكون عندنا في القناة ويكون عنده هذيك اللهجة تاعو، ولا بالك انا قلتها شحال من خطر، يكون عنده اللهجه تاعو انا نبروفيتي منها ونعطيها للمشاهد. علاش تعرفي علاش؟ باش انت تقدري تجيبي لنا مشاهد من زعما مدينه القبائل يجي يتبعك غير على جالك على بالك بها. التنوع الثقافي. التنوع الثقافي. تقدري ديري لنا حاجه بال عذرا، التنوع الثقافي هذا ثاني تدخل مع اللغات. داخل مع اللغات. نعم. صافي هنا حبيت تحكمينا انت. هيا روحي دوك ندير الكاستينغ تاعك شباب، اعطيني حاجه بقبالي. هيا تفضلي. الزلف لون اندمت الليم أسيني أدنى هضارة في المولود العوايد نس أمكني من المنطقة القبائل ساعة تصل العوايد أدنى السو سكسو ودن السكو التقاليد النغ أخطر المولود ذا سيقل هانا طاس المولود أجيلي يتذكر راغ ذا العبد يقل هانا رسول صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنبياء من أشرف الأشخاص ذي الدنيا ثاقي. الله يبارك. هذه واحدة. هيا دوك نزيدو نعاونك شوية باش يقولوا ماشي غير ما نحبش نعاونك دوك شوية. أنا نخاف هذوك الصحفيين يقولوا لي أنت ديرهم كامل اللي تجيبها تدخلها اللي تجيب، فهمتي؟ هذيك صح، بصح أنا عاطينهم حقهم وناريما من أنا جبت ناريما بالعاني باش تحامي عليا على بالك. صحفية غير تقولي لا لا نقول لك لا. زيدي في الترجمة واش تعرفي تقراي اللغات؟ تخصصي الإسبانية. إسبانية؟ هيا ديري لنا حاجة بإسبانيولي. Los artistas argelinos Sol Kik, Sohila Bel Shehab y Mouh Milano se nominan al empeño del mejor artista africano. الله يبارك. صافي انت كي تخصص تاعك اسباني؟ اسباني. وعلاش ما درتيش انجليزي؟ المعدل تاعي كان خاصو شويه. كان خاصو شويه. اسباني ثاني مليحه خاطش من اللغات اللي نقدروا نتعاملوا معاها. عندنا دول بزاف اللي راهي الدوله تاعنا عندها شراكه بيناتهم. صافي تقدري تكون لاتينو هادو كامل لامريكا لاتين في اسبانيا بورتغال كاين بزاف اللغات تشبه الاسبانيه قريبه هي اسبانيا تابعه لهم اسبانيا اللي كانت محتلتها اسبانيا صافي كلهم يقدروا يهضروا اسباني هكا عاونتك هكا ها اما راح تعطينا حصه اسبانيه كل اسبوع وحده بقبيليه نخليك غير في الترجمه معليش معليش تساعدك هكا خديت جيري ترندينغ بالقبيليه كل اسبوع. نعم. تقدري بصح ما تجيبيليش تاع كيما زعما سول كينغ وكذا، حنا نسحقوا ثاني جايز تاعنا ما يعرفوا سول كينغ واش يديروا به. صح. ها؟ صح ولا لا؟ لا. صح جايزو يعرفوا سول كينغ دوكا ما يعرفوا كلش. صح بصح تجيبي لهم حوايج العوايد تاعهم صافي هذو الكبار ما نزيدش نخدموا معاهم خلاص. ما نزيدوش. كيما حبيت. واش ما حبيت؟ انا كي تحبي ديري حاجه بقبيليه. انا واحد من الناس راح نشجعك باش تقدري ديري حاجة بقبالية عندنا. مليح تفضلي. أنا أنتيا كي نشوف عمرك 18 سنة لو كان جاو الشباب تاعنا كامل كيما أنتيا كل واحدة أو حاكم طريق صحيح. أنتيا ما كيش حاكمة أنتيا حكمتي طريق صحيح تاعك الواي كيما تقولوا عندك وان واي ولا تو واي؟ تو
تو واي. تو واي. وان واي بصح. وان واي بصح عندك هذاك الاخر عندك غريزه انت. هكا نقولوا هكا. حلم حبيتي تحققه. الحلم تاعك راهو في الترجمه. ان شاء الله ربي يوفقك على الترجمه تاعك وتروحي بعيد ان شاء الله. والحلم الثاني راهو في الصحافه. انا نقول لك منا من المنبر هذا ان شاء الله ربي يوفقك. بصح اذا كانت عندك فرصه باش تقرايها في صحافه انا نقول لك انت يخرج منك. باش نقولها لك انت سيرين راح يخرج من عندكم حاجات بزاف شابين. لو كان تروحوا تقراوهم غدوه واحد ما يقدر يقول لكم حاجه. حنا نقولوا وعلاش يقولوا علينا هكا وعلاش هكا وعلاش هكا. انا كيما سيرين ما خلاوليش انا شغل كاني بريزيت سيرين راح نزيد نقولها لك كي انت كي سيرين انا لازم نقول الحق. هكذا راني نقول لك في حاجه حق انت باش ديري في راسك باللي انايا راني نبعتك في الطريق الصحيح. انا ماذا بيا تروحي تقراي الترجمه تاعك والصحافه خليها سيكند وان تخليها ثاني في المرتبه الثانيه ويكون عندك طريق صحيح. انا ما عنديش مشكل من جهتك انت متخلقه متربيه هادو الاشياء هما اللي يزيدوا فيك هكذا. وفي الصحافه سهله هي بصح اللي قراها اسهل صح ولا لا؟ لا حنا دوك المجال تاعنا يقولك بزاف مغنيه ولات منشطه ماشي كيف كيف بصح ماشي صحفيه فهمتي يعني لازم تحطي في راسك انت ماشي صحفيه راح تكوني منشطه ولا مقدمه ولا حبيتي تقراي مزاكي صغيره وتقدري تقدري تزيد تدخلي صحافه ممنوع لا نقدر تقراي زوج حوايج في الجزائر نو لا حتى نتخرج من حتى تخرجي في شحال بقالك في التخرج تاعك 4 سنوات 4 سنوات راح تتعذبي معليش انت درتي دوره تكوينيه نعم وزيدي ديري ستاج معانا هكذا ربي يوفقك مليح انت يا ماذا بيا اذا كان هذيك اللغه الامازيغيه كما كنت تهدري فيها انت مليح حتى في اللغه العربيه كنت ما شاء الله بصح انا حبيتك ما عندناش وحده في الامازيغيه انا ماذا بيا تكون عندنا وحده في الامازيغيه وتدير ترندينغ وعلاش لا لا بصح تتهلاي لي في العجايز تاعنا وفي الكبار هذوك كل خطره تجيبي لهم حاجه انا نقول لك من اليوم من اليوم من هذا المنبر اقول لك ان شاء الله طريقك صحيح ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك هكذا من ناحيه الصحافه خليها تمشي لحالها وربي هو اللي يجيبها لك ان شاء الله يا رب هكذا اعطينا كريم شكرا لك شكرا على هذه النصائح القيمه شهاده اعتز بها وكذلك ان شاء الله ما نكونش ثقيل عليكم وثاني نتمنى انه ندي خبره هنا في القناه معكم وكذلك ما راحش نتخلى على احلامي وراح نواصل ونزيد نتعلم اكثر واكثر انت مازالكي صغيره احلامك مازالهم صغار انت كبريهم انت اكبري معاهم راح تمشي مليح ما تحوسيش على حاجه اللي بعيده حوسي لي قدامك وتمشي بالعقل بالعقل ربي يوفقك ان شاء الله انا نقول لك ربي يوفقك هكا للامام والطريق الصحيح ان شاء الله يا ربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله شكرا بارك الله فيك وفيك بركة نتمنى أن موديل قناة سيد إبراهيم عامر ما كانش قاسي مع مروة ومروة بدورها ما زعفتش نروحوا الآن تابعوا الأعمال اللي قدمتهم مروة في فترة قصيرة ولنا عودة مشتركة نهار اليوم مروة بن عراب تبلغ من العمر 18 سنة طالبة في معهد الترجمة ببوزرعة في السنة الثانية حلمها هو أن تصبح إعلامية معروفة كون أنها تحصلت على شهادة في مجال الإعلام تحت تأطير الصحفي الراحل كريم بوسالم نروح نتعرفوا مع بعض على مروة وعلى أحلامها من الأشخاص اللي حققوا أحلامهم وكانت عندهم بصمة في هذه الحياة مديرة مدرسة مالك الخاصة السيدة سيهام مالك اللي حققت أحلامها ما نطولش عليكم يلا نتابعوا أنا عودة مع الأخت سهام مرحبا بك عندنا في قناة الجزائر أنوان شكرا سي إبراهيم شكرا أختي على هذه الدعوة أنا سهام فاش نحبوك حنا كل ما نقولوك نلقاوك قدامنا يسر سهام اللي
ملي بدات القناه هي تسوتني فينا معنويا ماديا في كل شيء. بارك الله فيك سيها. الله يسلمك. شكرا. الله يحفظك سيها. من اليوم جبناك على الحلم. انت كي شتي الحصه عجبتك؟ وي عجبتك. كي قلت لها اذا تشوفي باش نشجعوا الشباب تاعنا باللي انت من الناس اللي حققت حلمها في حياتها، انت حققتي حلمك في حياتك سيها. هي في الحقيقه الحلم تاعي تحقق ولكن ماشي نسبه 100%. مازال شويه. مازال شويه. مازال شويه. هيا عطينا كيفاش حققتي الحلم تاعك وشنو هو؟ عطيني لافان تاع الحلم تاعك، عطيني غير هذاك النقطة اللي فيها الحلم تاعك ومن بعد نروحوا كيفاش لحقتي الحلم تاعك؟ بون، النقطة تاعي هي أنه المدرسة تاعي ولات عندها السمعة ديالها، وأيضا فتحت قسم تاع لي تريزومي. هذا حلم. هذا حلم يتحقق. من الأحلام. الأحلام تاعي. من الأحلام تاعك. كنت دائما تتمنى يكون عندك مدرسة تاعك. وي هكا. وي مدرسة تاعي ونقري فيها الثلاث أطوار ونحقق فيها نتائج، والحمد لله لحقت الهدف تاعي وما لحقتوش هكذايا بالساهل. معليش يعطينا سهام كيفاش كانت واش خدمت واش دارت باش الناس تعرف. تخبي دوك النقطة الأولى، كاين بعض الناس كيشوفوك لحقت إلى مرحلة. مدير بالك أنت راك مريت عليها مسيو إبراهيم. يقولوا بلي وليت خرجت من الجامعة وليت مدير، وما على بالهمش بلي حنا نسوفري ونبداو أزيرو باش تلحق بالك النسبة قليلة من الحلم تاعك. صح. دوك أنا سهام كنت إنسانة بسيطة، كنت جامعية، تخرجت من جامعة مولود مامغي بتيزي وزو، كنت درست كان عندي ماجستير في العلوم الاقتصادية. بعدها بعد ما تخرجت كنت قعدت عام شوماج ما خدمتش، ما كنت حطيت لي سي في تاعي كنت حابه نخدم في لي بانك في لي سوسيتي اكسيتيرا، ما جاتنيش الفرصه باسكو اشاك فوا يدوموندي لك ليكسبيريونس. صح. فوالا دوك ليكسبيريونس كيفاش ديريها؟ كيفاش تجيب ليكسبيريونس؟ هذا هو المشكل. هذا هو المشكل اللي نعانيو واللي نعانيو منه واللي مازال الشباب تاعنا يعانيو منه الى يومنا هذا. دوك لا بروميير اكسبيريونس تاعي كان عندي استخلاف في قريه بولايه تيزي وزو، في قريه سي يوسف هذه في بورني. كنت عملت كأستاذة في الطور الثانوي، كنت قريت محاسبة، كانت أول تجربة. أول تجربة تاعك تخصص تاعك كانت هي علوم اقتصادية. علوم صافي. كي رحتي تقري في المحاسبة كنت قري في المام دومين. شوف هي كنت في المام دومين بصح كانت عندي صعوبة في نقطة، لأنه أنا في الجامعة قريت باللغة الفرنسية في تيزي وزو. ورحت نقري بالعربية. دونك عبالك حاجة صعيبة. كنت خايفة لا فيغيتي، عبالك قاعدة نشوف التعليم هذا حاجة كبيرة، كيفاش أنا حنقابل تلاميذ، كيفاش حنلحق لهم المعلومة. دونك جاتني صعيبة أو ديبي. وليتي تقراي أنت والتلميذ كيف كيف تروحي للدار؟ كنت نقرا. صح. عبالك كنت قاعدة مع كنت كي كنت في تيزي كنت عند ما غوميغ اللي نحييها بزاف، عند جداتي، كنت معاها في الدار، كنت نقرا جو بريبار مون كور ونروح نلقيه على التلاميذ. كل يوم مثل واش راح يقرا غدوة هذاك. اون ديتاي. كان عندي الزميل عايش معنا في كندا كان يقول لي دائما كي جيت المرة الأولى كان عندي مشكل كبير، كنت أنا قريت في العربية بالعربية في الجزائر، وكي راح لكندا يديروا له الإكيفالونس تاعو، ومن بعد ولا يقري. قال لي وليت نقرا واش عنده التلميذ كامل، وغدوة من ذاك نروح نقرا معاهم. قال لي كنت نقرا معاهم، هو أستاذه يقرا معاهم، كان يقرا معاهم أو ميم طون عام ولا عامين باش تسرح. دوكا الحمد لله ربي يوفقه. كانت نفس الشيء بالنسبه لي انايا، انا ولكن كانوا عندي ثلاث مواد. احنا في كي نقراو علوم اقتصاديه عندنا ثلاث مواد، عندنا قانون اقتصاد محاسبه، دوك لازم تقريهم في ثلاثه. دوك قلت لك كنت لقيت صعوبات. بون كنت هذيك في قريه اس يوسف كنت خدمت بوندون 3 موا لانه كان عندي استخلاف، مي كانت عندي العزيمه، كنت نحب الماده هذه، كنت مديت فيها الحمد لله. قريتي 3 موا وبعد 3 موا؟ قريت 3 موا وبعد خلاص حبست، عاود وليت قريتي 3 موا. قريت 3 موا فوالا. ومن بعد عاود وليت المقر تاعي هنا في العاصمه لدارنا، قعدت ثاني ما خدمتش. دونك كنت انا كملت مواد ديسمبر، دونك لاني سكولير تخلص في جوان. في سبتمبر جاتني فرصه خدمت هنا في سا ميزون في ثانويه عبان رمضان، قريت ايضا، كانوا عندي خمس اقسام نهائيه. دونك خدمت مده ثلاث سنوات الحمد لله. كانت دايوغ كاينه تلميذه تاعي راهي هنا معكم هنا باغمي فارمي الطاقم تاعكم لهنايا، وخليت كما يقولوا خليت محاسبه. نعم. انا التلميذه هذيك جات هي كوميرسال محاسبه باينه بلي قرات عندك. اكزاكتومون.
اكزاكتومون سادير لي 3 اون هادوك ديت فيهم خبره كبيره بزاف وتعلمت بزاف حوايج مالغري كو ما كانت سهله كانوا عندي صعوبات مع بعض المسؤولين في تما في الثانويه مع المديره مع اكسيتيرا مي كما يقولوا الحب للعمل اللي مد لي العزيمه باش نطور هو بالك ماشي مشكل بالك الناس عباك تمتحنك ثاني الناس نو الناس كي تشوفك صغير وكي تشوفك تخدم دي فوا تقول انا كي كنت نخدم في الثانويه جيتي لا بلو جون بروف انا اللي هي اصغر استاذه الوغ انا نوجد الدروس تاعي كنت نشيطه وكنت معروفه الاستاذه مالك معروفه في ثانويه عبان رمضان دونك كانوا بعض الاساتذه معايا شغل كانت هذيك المنافسه كيفاش انت صغيره بس علاش تجي الحصه تاعي تلقى 50 تلميذ كاع يحضروا الحصه تاعي بس علاش كاين النشاط كاين الحيويه كاين كومينيكاسيون كاين كومينيكاسيون والتلميذ ما يحبش حاجه كلاسيك يحب صح تخدم معاه بالداتا شو دونك سي سا دونك هذه هادو كنتي كاع تزيديهم من عندك هادو كامل من عندي كنتي تزيديهم كامل من عندي كنت حاجه شغل ان بو سبيسيال هذيك المؤسسه هذيك خليتي بلاصتك في المؤسسه هذه خليت بلاصتي في المؤسسه نروحوا دوك عند المديره هذه لا مازالها نسخسوها عليك راح تقول لنا بالك نقول لك هذيك المديره هي اللي خلتني تكون عندي الحرقه باش نولي مديره الله يبارك وي اما انت راه وجد روحي انا نوجد روحي على سيرين تولي عندها الحرقه باش تولي مديره تاع الصح وي انت كي شتي سيرين في الحصه تاعنا واش قلتي؟ انا دايوغ تلاقيت معاها من قبيله قلت لها فريمون برافو انا واش عجبني فيها ثقه في النفس تهضر اسوناج 18 اون عندها ثقه في نفسها وتهضر بكل حيويه ما تخافش صافي بلي دون 5 اون جون سوي سور ونتحداك بلي راح تكون اطار ان شاء الله ان شاء الله انا ماذا بيا كي نكون هكا ونقول انا اول انسان شفت سيرين اكزاكتومون تولي عندي حاجه مليحه بيان سور الانطلاقه كانت من عندك الله يبارك فوالا زيدي كملي لنا استاذه فوالا دونك ابخي كي كملت المشوار تاعي كاستاذه الوالد تاعي ربي يرحمه قررنا باش نفتحوا مدرسه انت اللي قررتي ولا الوالد تاعك هو اللي قرر قرر عليه باسكو علاش قرر علاش قرر لانه علاش قلت لك هذيك المديره اللي كنت عندها في الثانويه هي اللي باسكو خطره بكتني هذه بالك واحد ما على باله بها بكتني قالت لي وعلاش واش من الحاجه اللي عندك مع التلاميذ يخلوا الاساتذه تاعهم في اقسام اخرى ويجوا لعندك قلت لها نورمالمون هذه حاجه مليحه قالت لك نو قالت لك نو مو جو ناكسبت با بعد واش درت رحت للدار قاعده نبكي اكسيتيرا شافك الاب تاعي الاب تاعي جو تحقرت وانا ما هي ما حقراتكش دوك نقول استاذ الطريقه كيفاش احنا إيه؟ عندنا هذيك لا جالوزي كامل فينا وي. يقول لك كيفاش هذه يحبوها كامل اكزاكتومون هكذا اكزاكتومون وانت كان يحبوك كامل هذا ديفو ثاني يخلوك الناس يحبوك كامل صح يحبوني باسكو كنت انا شوف انا معروفه انسانه بزاف نشيطه بزاف عندي بزاف النشاط ما هو ما يشوفوها ما يشوفوها نقول لك سمعك حنا الناس كي يشوفوا هكا كاين ناس في الجزائر راه باش نعطي لك كاين ناس كي يشوفوك انت نشيطه بزاف يقول لها يتزوخ وي هذه كاينه ولا ما اكزاكتومون هذا مشكل كاين طبايعنا يكونوا هكاك وحنا بلا ما نفيقوا لهم هي بالك الخدمه تاعك هذه كانت نورمال وكان سي تو طافي نورمال باش الناس تحبك عليها انا كنت بطبيعتي كانت هذيك هي الطبيعه هذيك هي الطبيعه بصح الناس ما يشوفوهاش طبيعه يقول لك هي تزيد عليها اكزاكتومون وعلاش هذه الاستاذه احنا نقرر نورمال وهي تجيب لنا تاتا شو اكزاكتومون وعلاش هذه تزيد من عندها وكذا وعلاش يجوا كامل عندها علاش هذا صح هذه صح هو الاستاذ يقدروا التلاميذ يحبوه يقراوا على جاله باش تكوني على بالك كاين الناس ما على بالهمش بلي التلميذ يقدر يكره من الاستاذ هذه كاينه وكاين الاستاذ مانيش نهضر على الاساتذه يعني هاني من الاساتذه اللي جبناهم انا قريت عند اساتذه كاين اللي بريكسيك كاين اللي ما يخليكش تافونسي وكاين استاذ تقدر تافونسي معاه وكي تجي الماتيغ تاعو باش تدخل تقرا تحب الماده هذيك تولي تحب الماده هذيك تدخل عنده وانت فرحان اكزاكتومون اعطيني كملي لك انت صاحبه الحلم ولا الاب تاعك الله يرحمه هي في الحقيقه 50 50 انت البكيه هذيك اللي رجعت انا هذيك البكيه كيفاش بكيت باسكو بالك نقدر نقول لك واحد جامي واحد بكاني هذيك الحرقه شفت كنا قاعدين جيت هكا نبكي اكسيتيرا قلت له كيفاش تهضر معايا هكذا هذه جيتي للدار فوالا المون كوراج دونك من بعد خلاص قال لي نو سي با غراف اكسيتيرا قال لي راهي اون اكسبيريونس ليك شغل خبره ليك واحد تعلمي قال لي الدنيا هذه سي عباره على مدرسه صح ومن بعد واحد الشهر ابخي حنا كان عندنا منزل في الحاميز وهذاك المنزل ابوندوني بالك كانت اول بيت اللي تبنى في الحاميز
كانت هذه المدرسه هذيك المدرسه فوالا كانت ابوندوني ما واحد ما ساكن فيها اكسيتيرا جاتو الاخر قال لك علاش بوركوا با ما نديروهاش مدرسه قال لك سي كوا ايكول هذه بابا كي شافك تبكي هذاك النهار تحطها في راسه وي باسكو حطها في راسه وباسكو شافني ثاني باسكو انا نحب نخدم شغل الانسانه اللي عندي بزاف طموح في حياتي دونك هي دار الدوسي تاعو وكان انا ما على باليش كامل شغل دارها لك سيربرايز دارها لي سيربريز ودار صدق كمل الملف تاعو جبنا لاغريمون تاعنا كي قعد شهر باش لا رونتري سكولير قال لي فوالا راح نفتحوا ليكول انا ما على باليش كاع دايوغ باسكو الحميز كامل ما نروحوش ليها ومن بعد فتحنا ليكول تاعنا لو ديبي سي سي صافي الاب تاعك انت كنتي تحلمي باش تكون عندك ايكول ولا جا هكاك البكيه اللي رجعت عندك البكيه اللي رجعتني صافي انت بصح الحلم تاعك تكوني مديره كنت حابه نكون اطار اطار كنت حابه نكون مسؤوله في قطاع ما في قطاع التربيه فوالا بون ما سيتي با قطاع التربيه آه. مي كنت حابه نكون وشنو هو الاطار اللي كنت حابه بون انا شوف انا كوم قريت في قريت سياحه كنت قريت في الجامعه ومام طون قريت سياحه كنت حابه ندير وكاله سياحيه كنت حابه اطار في وكاله سياحيه؟ كنت حابه نفتح وكاله سياحيه تاعي بصح انت كي تقولي كنت حابه نكون اطار عند دوله ماشي عند دوله عند روحي نكون مسؤوله اطار كي نقولوا اطار اطار تاع الدوله حنا نقولوا بصح ماشي اوبليجي تكون تاع دوله تقدر تكون انا دوكا بوم راني اطار ولكن راني عند روحي عند روحك عند روحي انا كنت حابه نعرف وين كنت حابه تروحي باش ندير منك ندير بيبليسيتي دوكا نقولهم حبت تكون في اطار وعندي حلم دوك واحد اخر بالك بعد تقولي هولي هيا خلاص خلونا نكملوا معاهم بعد نشوفوا الحلم تاع سهام اللي مازال انا حبيت نعرف هذا ليكول تاعك هو كان من احلامك باش يكون عندك ايكول ولا لا دوكا خاطش يقدر باباك يكون على باله بلي سهام كي بكات هذاك النهار باباك الله يرحمه ويسع عليه باباك هذا يكون على باله بلي سهام كي بكات هذاك النهار واش راهي حابه اسكو أوي. كان على باله انت كي بكيتي قلتي كلمه هذاك النهار واش قلتي ما شفت واش قلت مي سورمون قلت له حاجه اعطينا حاجه من هادو كي بكيتي انا شوف بالك قلت له الميريت با تكون ديريكتريس من بعد قال لك انا دوك رجع ديريكتريس هكا قال لك بوتيتر سورمون من بعد يقول لك علاش بنتي راهي تواسى هذا احنا نشكروا الاب تاعك الله يرحمه اللي به هو اللي راهو الحلم تاعك يتحقق صافي سهام كي نقولوا سهام نقولوا ابوها مالك الله يرحمه الله يرحمه مثل صافي راهي تمشي في الواي تاع البابا تاعك البابا تاعك ما كانش في انا الوالد تاعي هو في الفندقه في الفندقه في السياحه في السياحه هو في السياحة. عنده قطاع خاص صديق قطاع اخر ماشي الدومين تاعو التعليم مي كي شافني دخلت في التعليم وكانت عندي فكره في لو دومين دوك انا كي دخلت ما لقيتش صعوبات كي فتحت كي بديت دايوغ كي بديت المدرسه بديتها انا اللي ديماريتها هو كان واقف معايا قال لك دبري راسك دار لك المدرسه دار لك الاوراق تاعها هو اللي دار كلش كلش هو اللي دار الاوراق كانت على اسمه ولا على اسمك على اسمي على اسمك انت وانت ما على بالك بوالو على باليش كامل سبحان الله ما على باليش دايوغ شفت نروح نخطر النوتيغ والله ما على بالي على واش قال لك روحي بنتي تروحي روحي فوالا قال لي جوست عندنا كلكو بابي باش نخدموهم ما قريتش ميم با انا كوم كونفيونس الوالد تاعي دايره في اثقه بيان سور الوالد تاعك يقول لك حاجه تسينيات سينيات يقول لك بالسيف تسيني بالسيف سيني ما فيهاش اشكال وبابا كان وي سيتي ان غون مسيو غون مسيو كان الله يرحمه ويسع عليه انا شوف انا بالك اشاك فوا تو ماركي اشاك فوا تستضيفني هنا في اي حصه نهضر بزاف على لو بابا تاعي الله يرحمه باسكو انا انسانه جو تاثرت بزاف الى يومنا هذا بالوفاه تاعو صديق ما كانت صدمه ليا وكنت انسانه بزاف بزاف متقربه ليه انت لازم تكوني فخوره بالاب تاعك هذا الاب تاعك اللي خلالك ديجا خلالك ايكول عباك واش معناتها دار لك ايكول دار لك حاجه اللي تربي بها اولادنا دار لك حاجه اللي تمشي بها في الطريق الصحيح انت دوكا راكي في الطريق الصحيح الحمد لله وي انا كي نشوف ماشي زعما زوخ ولا الاستاذه مالك كي نشوفها ماشي بوغ لارجون ماشي يدير هذيك الحاجه بوغ لارجون انا دخلت لعندكم وشفت استاذه سهام تعاون تمشي حتى الحلم تاعها في الطريق الصحيح الحمد لله انا نقول الله يرحم بوك هذا واش نقدر نقول الله يرحمه ويسع عليه وانت افتخري بابوك تاعك الحمد لله انت ديجا كي ندخل ليكول هذا كنشوف مالك نعرفه بلي بابك وي هكا انت راكي تمشي واش خلى لك بابك هذه هي الصدقه الجاريه تاع بابك الحمد لله اكزاكتلي الحمد لله تفضل دوك حنا كالانطلاقه تاع المدرسه بديت ب 10 تلاميذ كان في الطور الثانوي عندي تلميذ واحد في
الطور الابتدائي كانوا عندي 7 تلاميذ، وفي المتوسط كانوا عندي 2. دونك كي تجمعهم كامل 10، عكش ايكول الله يبارك فيها 10 تلاميذ. الله يبارك. دونك لو ديماراج كان ازيرو، خدمنا باش تعتبر باش تكون هذيك الانطلاقه. والاساتذه اللي جبتهم كامل عطيت كامل فرصه للناس اللي ما خدموش. انا قالوا لي يقولوا سهام واعره مع الاساتذه. هي في الحقيقه هذه النبذه هذيك تاع المديره اللي دارت فيك راكي تخرجيها في الاساتذه. علاش واعره؟ فاش واعره؟ انا يقولوا نو اكيد يقولوا. انا شوف كان لو كان بالك تجي تلقى بزاف ناس يقولوا عليا حاجات بصح ما يعرفوش الحقيقه. لا انا نحضروا من ناحيه انا في الخدمة مديره. انا شوف انا نقول لهم انا الولي كيجي يسجل التلميذ واش نقول له؟ نقول له وليدك راه امانه عندي. صح. انا كي نقول له امانه نقول له معناتها وليدك كي يدخل في الباب يدخل عندي ما تجيش تحوس عليه حتى يخرج. دونك التلميذ هذاك معناتها احنا نعسوا في القسم، نعسوا في لاكونتين، نعسوا في الساحه. دونك سي سا. انا الاستاذ الا جا عندي الا عطيت له مسؤوليه ماشي باش يجي يلعب لي ولا يقصر مع التلميذ، جا باش يقريه. صح. دونك هذه نسموها وعاره. ماشي وعاره، هماليت انا انت هنايا كي وليتي مديره. وي. هذيك المديره تسمحي لها ولا لا؟ تلاقيت بها. تلاقيتي بها؟ وي. وسمحتي لها؟ تلاقيت بها في اجتماع. ايه. صافي واحد دو زون تسا كان عندنا اجتماع في مديريه التربيه. صح. هنا في الشرق. تلاقيت بها بون شفات وما شفاتش عليا هي مديره وانا مديره. ايه لو كان انت كانت شافية عليك باللي حقراتك ولا دارت لك حاجة ماشي مليحة كانت تفكرك. هي كانت في الخدمة إطار خدمة كان هكاك. بالك ولكن قلت لها مدام جامغي بيان إن شاء الله نهار تكملي لاغوت خات تاعك، علاش ما تجيش لعندي المدرسة بالك نزيدو نستفادوا منك. قلتيها لها؟ وي قلتها لها. وهذه وعلاش قلتيها؟ باش تجي تشوف المدرسة تاعك. باش تجي تشوف المدرسة تاعي وتشوف بالك. هذيك شوية زوخة هنا. ماشي زوخ، لا ولا غير حبيتها تجي باش نكوريجيو لها شوية كالكو زيغوغ. بالك أنت ديتي من عندها النبرة اللي قالوا سهام واعرة. نو لا سهام ماشي واعرة. ماشي واعرة، أنا إنسانة حقانية. حقانية. هي ثاني هذيك أنا مع المديرة كانت حقانية. لو كان ماشي المديرة أنا نورمالمون أنت يا سهام في هذا المنبر تشكري هذه المديره قولها بسبتك انت. بالك اكيد. هذه لازم تشكريها ماشي اكيد. بون نشكرها بيان سور، بالك هي اللي كانت سبه بارك باش الله. انا وليت لهنايا. شتي انا هذه المديره انا نشكرها صباح وحشيه اللي عطيتينا مديره مثل سيها. الحمد لله. فهمتي؟ الحمد لله. هذيك هي كانت السبه تاعك. وي. والله لو كانت تخمي مليح سيها. وي. تلقايها هي سبتك وهي البكية تاعك وهي الأب تاعك الله يرحمه خزر فيك هكا وأبوك ما قالك والو على المديرة قالك نورمال وهذه هي الخدمة. شتي بابا كيفاش عامل؟ شوف أنا الوالد تاعي توجور جامي مدلي الحق، ما يمدليش الحق ليا. عنده الحق. أنايا تعتبر نكون مظلومة. دوك توجور يقول لك الحياة هذه عبارة على مدرسة. بيان سور. إيه. إحنا دوك رانا صغار ومازلنا كل يوم عندنا درس. سهام اليوم عندها المدرسة تاعها، سهام حقت الحلم تاعها والحلم ابوها اللي داره لها. انت دار لك الحلم تاعك باباك. اكزاكتومون. كاين ناس مساكن ما عندهمش يبداوا حياتهم جديده وكذا، انت كان عندك الاب تاعك. كاين ناس اللي راهي تشوف هذه الحصه يقدروا يلقاو ناس بالك ياكي على بالك باللي يعطوا لهم باش يفتحوا لهم حانوت، واحد يفتح له الاخر. كاين الثقه في الجزائر. اكزاكتومون. مازال كاينه الثقه، يقدر يجيك اي انسان. لازم هذا الانسان اللي راهو جاي في الطريق هذا لازم يكون في الطريق الصحيح، يقدر واحد من هذو الناس يقدر يعاونه باش يمشي. وي. يقدر يروح يقول لواحد يفتح له حانوت، راح يجيو ناس يحكوا باللي هذا الانسان عاوني باش فتحت حانوت، هذا الانسان. وي. هو دار لي حقق لي الحلم تاعك. انت الحلم تاعك حققه لك الاب تاعك. وهذا هو الحلم تاعك. هذا هو الحلم تاعي ولكن ما تحققش 100%. صح. سهام مازال عندي الحلم تاعها. مازال مهما كان عندها الاخر هي طامحه تروح اكثر. حبيت ان شاء الله يولي عندي مجمع خاص. لانه دوكا عندي مدرسه وراح تكون ملحقه عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن الهدف تاعي والحلم تاعي تكون عندي مجمع خاص وتكون عندي مدرسه خاصه بالفئات الخاصه. انت عندك تقريبا هذا العام كي بديتي بالفئات الخاصة بديتي بقسم ولا؟ بديت بقسم بون عندي دو كلاس تاع لي تريزومي. كانت قسم دوكا ولا دو؟ اثنين. الله يبارك. راح يكون لا غونتخي تاعهم راح تكون كانت اليوم ان توكا رانا في لو ماردي اليوم. كان الدخول المدرسي تاعهم، مي البروبليم جاوني ثاني فئات أخرى اللي عندهم توحد. جاوك فئات أخرى؟ جاوني بزاف الناس بزاف جات عندنا على القناة. وي. بداو يقولوا لنا وين جايه سهام. احنا بعثناهم حتى لعندك. جاوني بزاف. سهام من الناس اللي حابه دير الخير. الخير هذا اللي منك ديري فيه قولي لنا. انا شوف انا الحاجه اللي نديرها نديرها للوالد تاعي. صبح.
كل حاجه كما يقولوا نلحقها له ان ميساج ان شاء الله. هذه صدقه جاريه نقدر نرجع له بالك 1% واش دار لي هو في الحياة. شوف الاب تاعك دوكا ما يحتاج حتى حاجه، يحتاج الصدقه. هذا ما كان هذا انت كل حاجه تعمليها عمليها الاب تاعك. ربي يوفقك في الصدقه على ابوك، وربي يوفقك. واش راكي ديري تانيت؟ انا والله غير كي نشوفك عبك كي نشوفك كي نشوف هكا تبداي توسي هكا، انا نقول المديره يعطيها الصحه. الحمد لله. هذيك المديره اللي انت مازال كيما حروقه. لا راح تولي المديره صديق اللي كنت معاها. اه بون قلت لك تلاقيت بها وانا مازالني نتلاقى بها عادي صديق، ما عندي حتى مشكل. اما المره الجايه كي تلاقي بها قول لها شكرا لك. خلاص انت اللي بديتي لي الطريق الصحيح. الحمد لله. اكزاكتو هكا والله غير عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. اكزاكتو هذا واش نقدر نقول لك. سهام زيدي الحلم تاعك مازال كي هادو راح يحققهم لك ربي سبحانه ان شاء الله. هادو راكي تقولي الملحقه وهذا حبيتي يكون عندك مجمع، المجمع راح يجي ان شاء الله. احنا نقولوا يجي ان شاء الله تطول العمر ديالك. يا كي تكون عندك الحب العمل تكون عندك العزيمه ما تخافش. هذه هي وبعد هذا باش تعرف ايضا مسيو ابراهيم دوك حنا كي تقول لي بون كل حاجه عندها انطلاقه بصح لازم تكون صارم وتكون سيريو. بيان سير هذه هي. حنا تروح تفتح كاش مدرسه ولا تفتح حانوت تفتح اي حاجه تفتح وتخلي كيفاش تخدم هكايا؟ دونك لازم تكون صارم كيما تقول تكون فيها واعر كيما قلت لي واعره شويه قبيحه باش تحقق النتيجه. بيان سور حنا الوعره تاعنا غير في الخدمه ماشي في حاجه الخدمة اخرى. في الخدمه برا حنا حاجه اخرى حنا كامل حاجه اخرى. انا لهنا ثاني يقولوا لي انت واعر بزاف ولا نو، انا نقصر معاهم نضحك معاهم نواسي معاهم بصح في وقت الخدمه ما نقدرش. انا نروح نخدم، انا نكاميري، انا ندير مونتاج، انا ندير هادو، انا تاع الدومين هذا الشيء انا شغل لازم نخدم فيه. انا في المدرسه بعض الاحيان كيما تكونش استاذه تكون غايبه تاع الطور الثانوي محاسبه نروح ندرس تلاميذ. بارك الله كيما صباح ثاني كفرنسيه دخلت نقري فرنسيه. الله يبارك لازم تكون من القطاع ايضا. بيان سور انا جيت لك خطره فيلميت عندك. وي شديت كاميرا ولا ما شديتش؟ كنت انت كاميري. ها شدتي والله غير كنت انا وزوج من الناس وخدمت انا خدمت لك وانا افتخر بالخدمه تاعي. انا ما نحشمش بها ونحب خدمتي. ومن بعد كاين الناس يقولوا لي كيفاش مدير يروح بلاصه واحده اخرى ويشد كاميرا وشنو مدير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان راعي وهو احنا وين نبانوا معاه. فهمتي؟ نخدم كل شيء انا نخدم. لازم تكون بسيط تكون. بارك الله انا مثلا في المدرسه انا ما عنديش موعد تلاقى معايا بموعد جي اتو مومون دوك سي سا دوك لازم تكون تخدم كلش ماشي معناتها مدير قاعد في المكتب تاعك وتستنى الاخر. دوك هذه هذا دخل في النجاح بالك في 10% من النجاح. صح فوالا كي نقولوا سهام وعندها كل شيء هذا صافي كي يكون هذا الشيء اللي حكيتي لنا عليه هذاك هو الحلم تاعك الكبير؟ الحلم تاعي انه لحقت وين حبيت الحمد لله. لحقتي وين حبيتي؟ وين حبيت مي مازال واحد مازال حب نزيدو نديرو مدارس اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. وان حبيت صديق الحاجه اللي حبتها بالك نقدر نقول لك نسبه 99% هي تكون عندي مدرسه خاصه بالفئات الخاصه. انا لانه تاثرت بزاف بهم ووعدتهم كما البارح بك وعدت وحده عندها توحد قلت لها انه وعدك باذن الله ربي بك يقدرني وكما يقولوا يعاونوني ناس باش نفتح قسم باسكو التوحد هما شويه صعب. صعيب ولازم لهم اهتمام جد وخاص. دونك قلت لها هذا هو ان شاء الله باذن الله ربي كما يقولوا يقدرني باش يكون قسم خاص بهم ان شاء الله. ربي يوفقك وعلى بالي ان شاء الله ربي يوفقك. انت يا طموحه وربي ما يخليكش هذا الطموح. ان شاء الله ربي يوفقك للخير إن شاء الله. في الطريق الصحيح والاحلام الكبيره وعلاش لا اعطينا كلمه الاخيره فوالا و دونك الكلمه الاخيره انه نشكركم على هذه الحصه. نشكر على كل شخص كان معايا كان وقف معايا. نشكر الوالده تاعي اللي نفتخر بها بزاف. حيوها نحيوها ايضا لانه شاكفوا تقول لي جامي هضرتي عليا جامي الوغ كو بالك هي اللي راهي بون ماشي بالك راهي هي السند تاعي. نقول لك حاجه راح نقطعك شويه على الوالده. الام تاعك كانت تبكي كي كنتي تبكي انت هي وي ماشي اللي شافك بابك وما شافكش بابك الله يرحمه هي اللي راح تقالت نو يا بون هي والله غير هي. احنا الامهات تاعنا الله يرحمهم كيفاش كانت الام تلحق الخبر لبابات في المليح وفي الماشي مليح في زوج تبيع له كيما نقولوا تبيع له. هي ذاك النهار بالك الام هي السبب تاعك اللي تقاتلوا هذيك الهضره وبالك قعدت معاه موراك تقول له بنتنا دارت التروازون تاعها تقدر تفتح وحدها تقدر تكون قاتلو هكاك هو تاثر بهذاك البكاء تاعك وتاثر بالكلام تاع امك. انا نقول لك بارك الله فيك انا جبدناك ويعطيك الصحه. فوالا نشكر الاخت اختي كاينه ايضا اللي راهي مساعدتني بزاف ايضا في المدرسه اللي راهي
حبيت تكون تانني نكونها باش صافي. الحلم تاعكم راهو فاميليا. راني انا والاخت تاعي. الله يبارك. لانه الاخوه تاعي عندهم عندهم بروجي تاعهم. البروجي تاعهم يجي المره الجايه اخوك منهم يجي يحكي لنا على الحلم تاعو. ان شاء الله بيان سور. راهو ان شاء الله فوالا راهم في الفندق. راهم في الفندق. ربي يوفقهم. وانا والاخت تاعي رانا في قطاع التربيه. فوالا نشكر ايضا باسكو انا النجاح هذا كانوا اشخاص اللي ساندوني اللي وقفوا معايا بزاف باش لحقت لهنا. منهم قلت لك الوالده، الاخت تاعي كاهنا، وعندي ثاني ايضا خالي اللي نعزو بزاف واللي نحبو بزاف واللي كل مشكل صغير هو اللي يعاوني فيه. خالي مور ربي يشده لك. ونشكركم سي ابراهيم على هاد الحصه هذه اللي بالك حنا راح نكونوا بالك سبب باش الناس تكون عندها فكره باللي كل حاجه تبدا من زيرو. فوالا هذه نقطه او قاعده لازم يعرفوها الناس بلي حاجه ما تجيب سهل، لازم تبدا من الصفر باش تلحق وينك حاب. فوالا صافي الشباب تقولي لهم لازم تبداو الصفر، لازم من الصفر، ولازم لازم تتعب، ماشي ديراكتوم تروح تخدم في ان بيرو ولا تولي ان ريسبونسابل، لازم تتمرمط شويه ولازم الناس يعيطوا عليك شويه باش تلحق وينك حاب. وهذو كاع طريق صحيح. بيان سور. انا نقول لكم كما قالت لكم اختكم سهام، نقول لكم اختي سهام بارك الله فيك اللي جيتينا ويعطيك الصحة. احنا نقول لكم اللي يحب الطريق الصحيح يدي طريق صحيح كيما تاع سهام. هي بكات ان شاء الله، اللي بكى واحد اخر تصرى لها كيما سهام معليش في الطريق الصحيح ان شاء الله. الله. ربي يوفقك اختي سهام. وانتم ثاني ربي يوفقكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا فيك انت. بعد هذا الحوار الشيق والحساس بين مديرة مدرسة مالك الخاصة والسيد إبراهيم عامر، نحن نتابع هذا الفيديو ولنا عودة. مديرة مدرسة مالك الخاصة السيدة سهام مالك، أستاذة سابقة في المحاسبة، شابة في مقتبل العمر، واحدة من الناس اللي حقوا أحلامهم، واستطاعت بفضل والدها الراحل اللي كان الدعم الأكبر لها أن تفتح مدرستها الخاصة لتستقبل آلاف التلاميذ. سهام ما زالت تطمح أن تفتح مدرسة أخرى، ما هي هذه المدرسة يا ترى؟ نروح نتابع تفاصيل أكثر مع ضيفة نهار اليوم. من الأشخاص اللي حققوا أحلامهم وكانت عندهم عدة أعمال في عدة قنوات تلفزيونية، كريم عبد الله ضيف عدد نهار اليوم من برنامج حقق حلمك، يلا نتابعه. مرحبا بك خويا كريم في حصتك حقق حلمك. ترحب بك الجنة خويا إبراهيم. خويا إبراهيم صاحبي وخويا وقاشا عندي. كريم كي نقولوا كريم أنا ولا غير كريم نعرفه ماشي. كي تقول كريم قول كورني لا كريم، وعلى جا الكريم صاكريم هدية. الله يبارك كريم. كريم مرحبا بك عندنا، مرحبا بك في القناة. كريم وليد القناة تاعنا. كريم نعرفه من بكري هكا كريم. حنا تاع بكري. احنا من بكري كابرين في القدر بالقيمه والصبر، وفي كلامنا عندنا العبر، وخلي اللي يبغى يهضر يهضر. هذه في خاطرك ابراهيم خويا، وفي خاطر الانوان وكاع ليكيباج، وفي خاطر اختي اللي نبغيها نسيمه. نسيمه خويا راهي دايره حالها في الانوان خويا. باغي غير نسيمه. نسيمه هي المخرجه تاعنا، هي اللي راهي وراء الكواليس كل يوم هاك تعرف. نسيمه كي يجي عندنا كريم يهبل لنا نسيمه. خلينا دوكا احنا نخدموا، خطينا من نسيمة صح يعني. نبغيها عندها هذاك، عندها التسويق غيتم الفيلينغ، هو عندها الفيلينغ تضرب هاك وهاك. انا بنت لي كنديان غير راهم حاطينها في الجيري. الله يبارك. كريم مرحبا بك. الحصه تاعنا تقول الانسان اللي حقق حلمه، احنا الناس اللي هاي حبه تحقق حلمها والناس اللي حقت حلمها. انا نشوفك كريم من الناس اللي حقت حلمها. واش نعرف الباركور تاعك، الباركور تاعك اللي جوزتو، ونقول كريم حقق حلمه. مشي كريم حقق حلمه، الحلم هو اللي حققني. العكس، خاطرش انا على بالك ملي كنت صغير كنت نلعب بوله، كنت نعشق في الفوتبول، كنت فوتبالور انا قبل ما نكون كاع ارتيست، كنت فوتبالور وكنت نلعب غايه.
الامنيه تاعي اللي كنت باغيها، كنت باغي نكون غرون جوار. لعبت كنت نلعب مليح. حتى من لعبت؟ لعبت حتى الجينيور. جينيور كنت مليح كاع، كنت مليح، ولعبت في حتى الانترناسيونال. واش لعبت؟ واش من الفريق اللي كنت فيه؟ لعبت في ليرسيجي، وكان كانت اكبر مدرسه كرويه في الغرب الجزائري. خرجوا منها بونجاع بلايلي، خرجوا منها دي كرون جوار مورو، خرج منها بريدجي، خرجوا منها دي فودا تاع البوله. خرج منها طامانغو الله يذكره على خير من هذا المنبر، ولاده ثاني لعابه تاع بوله، خرجوا منها دي كرون جوار. وهذا انا كنت كان لوبجيكتيف تاعي نكون غير جوار تاع بوله. وانا هذا هو الحلم تاعي. الحلم تاعي انا كان الحلم تاعي ان نكون فوتبالر، ما نكونش مخرج ولا كوميديا ولا والله انا العظيم. جايين بالعقل. ايه الحلم تاعك تحقق حتى وين كنت جينيور. كان في عمرك 14 سنه ولا ورحت لكندا، معليش انا لعبت في الناسيونال دو في كندا في لي رابيد دو مونريال، ولعبت مع بانانينيوس في لي زيكيب اللي كانوا موجودين في كندا في مونريال الحمد لله يا ربي. ولكن كما يقول لك انقلب الحلم راسا على عقب. حاجه كاع واحده اخرى خرجت، تبعت تراجيكتوار كاع واحده اخرى. انا كنت ندير بكري، كنت ندير في ليكول، كنت ندير المسرح وكاع، ولكن كي شغل كل شيء تبدل من بعد. باش نفهموا المشاهد تاعنا، انت الحلم تاعك كان في الفوتبول. اها هكا نيشان كان في كره القدم. اكزاكتومون. بصح راك تقول دوكا باللي كنت مثلت كي كنت صغير. اكزاكتومون هذاك كنت دايره هوايه. هوايه كنت نمثل، كنت في ليكول. صافي نتايا كنت في طريق تاع الهوايه التمثيل. اكزاكتومون. والحلم كره. اكزاكتومون. القرايه الحلم تاعي كان فوتبول. والقرايه؟ قرايه صافا، كنت مليح، كنت نقرا بيان، بصح كنت بلوس فوتبول. بلوس فوتبول. صافي انت الحلم تاعك كله خليته في الفوتبول. اكزاكتومون. انا على هذا المنبر نبدا نقول كريم، كاين ناس بزاف، انت كي الاخت سيرين والاخت مروه وهذوك كانوا يخيروا في الحاجه هذيك، زعما خيروا في الاعلام وخيروا في الكومينيكاسيون ولا خيروا حاجات اخرى. انا واش نقول لك هنا كريم، النهار انت الاول اخترت حاجتين، واحده في الهوايه واحده اللي كنت فيها. هاي ديك المشكل هنا، انت كي رحت للفوتبول ما كملتش في الفوتبول. سبحان الله. شفت ومن بعد خرجت لك الهوايه تاعك. اكزاكتومون. انا هنا لاني حاب نعرف شحال من الانسان كيكون صغير ما يقدرش يختار هو كلش وحده، لازم يكون عنده النصائح ولازم يسويفي شكون الناس اللي يقدروا يتبعوه في الطريق الصحيح. اكزاكتومون. انت هذاك كي طلعت لكندا لعبت فوتبول وبعد ذلك رحت درت التمثيل ولا شو؟ بيان سير في كندا درت فيلم، وصلنا حتى درنا فيلم. وانا كي بديت انا في كندا، انا كي دخلت في هذيك تاع لاكولتيغ تاعهم هذيك، بديت نحوس عليك. خاطر انت كنت تورغانيزي لي غالا، كنت داخل في الدومان ارتستيك، وكنت مخرج الله يبارك، درت دي كاميرا كاشي، طلعت الناس، درت مسلسل تما. انا كنت نحوس عليك، وسي درول كي كنت نحوس عليك، كنت نجي لجون طالون سقسيهم وراه هذا ابراهيم. انا ابراهيم انا كان يظهر لي انسان حاجه كبيره، زعما هذوك السمان هذوك اللي كروشهم خارجين وعندهم الدراهم في جوبهم. انا ما كنتش حاسبك جان، راك فاهم، ما نكذبش عليك، انا كنت حاب بروديكتور. كيقول لك ابراهيم عامر بروديكتور، سي حاجه كبيره. الو نهار اللي شتك، نهار اللي تلاقيت بكروازيتك عند في جون طالون، شتك انسان سامبل، كنت شباب الله يبارك، جان وسيم، كنت مربي شعرك. راك عاقل. دوكا ما وليتش شباب. لا كنت صغير. لا درك الله درك زدت زيانيت ابراهيم. بصح ما تحبستليش راديو تروطوار، لا الدور. ابراهيم نعقل نهار اللي تلاقيتك، كنت مربي شعرك نيشان، خابط قبل جابر بوري، كنت فاشن، كنت تبغي لا مود وتبغي الواطا الشابين، كنت كل سيمانه تجيب لوطو. جيت عندك انا قلت لك عرفتني؟ قلت لي لا، قلت لك انا ندير لي سكات في وهران، قلت لك باغي ندخل نخدم وكاع، قلت لك اش ما تشوف لي لقطه معاك، راك عاقل. وقلت لي ان شاء الله باذن الله كي تكون فرصه راني نعيط لك. انا كي كنت درت هذاك في وقت الفيلم هذاك، في وقت الفيلم اللي درته تاع لوان تي في، كنت نخدم مع لوان تي في. انا كنت نخدم على لوان تي في، كنت نخدم سيمبوليك لالجيري، كنت نخدم لالجيري اللي كان على راسها هذاك الوقت رفيق.
كان على راسه كان هو سو ديريكتور. كنت نبعث له لي زيماج واش كنت ندير في كندا كامل. انا عجبتني حاجه فيك، انت انسان وطني وتبغي بلادك. حاجه اللي عجبتني فيك انك الماتيريال كاع نهار اللي خسرنا مع مصر مصر والمشاكل وتخربات، ومن هذا المنبر نحيي خوتنا المصريين، احنا ما عندنا حتى حاجه مع مصر، احنا فوتبول فوتبول خوتنا فوتبول صحاب صح نعقل عليها تاع ام درمان. انت جبت كاع الماتيريال راك عاقل، وجبت كاع الستاف اللي يخدم معاك في كندا، وقلت لي شوف غادي نخبط الجاليه الجزائريه بروبورتاج اللي غادي نخلعوا ان شاء الله. وكيما كان الحال ودرناه وخرج الشباب وفات في لوان تيفي، وكنت انا بينهم انا فت معاك سونور وعاونتك وقفنا وكانت محنه كبيره، وجبت لهم لو غرون تيكرو في جون طالون تخلطت وحفله كبيره الحمد لله. لا شوف احنا كي نكونوا برا الجزائريين كي يكونوا برا نكونوا كولي نحبوا بعضنا، وتحب الوطن راك بعيد عليها تولي تشوف في الجزائر حاجه واحده اخرى. راك شفت كريم احنا سورتو كي نقولوا الجيري كي نقولوا الجيري خلاص ليكيب ناسيونال سي الجيري، حاجه تاع الجزائر سي الجيري، راك فاهم؟ اي حاجه تلحق الدور الجيري احنا رانا معاه، وفي الفرح ما نديروا لها والو، احنا نديروا لها. انا كي قلت انت هذاك النهار لابوليس جاوني على جال الدرون نيشان وجاونا على جال لالوما في هذاك الوقت اللي طلعتها واه تاع البارتي ابريل الماتش ابريل الماتش، وخلاونا الشرطه شوفه خلاونا شغل باش نفرحوا. وانا رحت هدرت معاهم قلت لهم والله غير سي جوست بور سيت جورني، وداك قال لي علاه ما درتش لوتوريزاسيون، هي نورمال يعطونا اوتوريزاسيون باش نعطوا المعلومه للناس. كيما نهار اللي كنت نتورني يقولوا لي كيفاش جبت الطوموبيل تاع لابوليس وكذا وكلش. يا خاوتي في كندا ولا في امريكا كلش بالدراهم، تروح تجيب لابوليس تدخل عند واحد لاكومباني يجيبوا دراهم هكا نيشان بالدراهم، تجيب طوموبيل تاع لابوليس تجيب اللبسه تجيب السلاح تجيب كلش بالدراهم، هادو كاع بور تورناج يا اخي. هنا في الجزائر شوف صعيب، اسمح لي صعيب باش تورني في كندا باسكو سا برون دارجون. انا على بالي بلي انفستيت وكيما يقول لك طحت ولط غير باش دير للمشاهد حاجه مليحه حاجه مليحه، بصح في الجيري كيفاش ابراهيم؟ في الجيري سي تخو فاسيل، تروح تطلع دي جي اس ان تحط لهم ورقه تقول لهم اعطوني الشرطه، يعطولك هما الشرطه يعطولك هما اللبسه، ويزيدوا يبعثوا معاك طوموبيل تاع الشرطه. بزاف حاجات ساهلين بزاف، حنا برك ما نعرفوش، ما نجبانيش نقول على اللي راهم المخرجين ولا كيفاش يقول منتجين منتجين يعرفوا باش تكون عندهم معلومه للشعب الجزائري باللي في الجزائر سهلة باش تقدر دير فيلم يعاونوك حتى الجيش يعطوه لك العسكر الطيارة يخرجوهم على جال فيلم. لا كولتير في الجزائر عندها برك بالك ما طحتش في ماليها ولا نقول لك هكذا صح. كل الساهل في الجزائر تروح دير ورقة وزارة الثقافة يعطوك التورني، وزارة الاتصال يعطوك، تروح عند الشرطة يعطوك، تروح عند لي جوندارميري يعطوك، الجيش ويعطوك. نيشان انا نقول لك في كندا ممنوع الجيش، ممنوع عندك شرطة تخدم غير الشرطة وتحبس صح ولا لا؟ نيشان ايه باش وبالدراهم ما كانش الباطل تما بالدراهم كلش بالدراهم. الامريكان يجوا لكندا باش يديروا الافلام تاعهم. غادي نضحكك انا ابراهيم، اروح نهار اللي درت الفيلم تاع الشمس الباردة في كندا رحت دومونديت لوتوريزاسيون، قالوا لي فوزافي با الدروا راك ايتيديون ما تقدرش دير والو ما تحكيش معنا. درت عفست والو، كان خاصني لقطه تاع لابوليس نخمم شنو درت. طلعت عند هذاك الطلياني اللي اون فاس جون طالون في القهوه تاع العرب تما، شنو درت؟ عيطت لابوليس 911 قلت لهم راهي مرو بلا دعوه، وجدت كاميرا راك غير فاتوا لابوليس صورتهم حطوا خرجوا ديت كاع المشهد. انت هنا سرقت، هنا سرقت هذه اللقطه. الله غالب ما قدرتش تخلص. الله غالب خويا، الله غالب ما قدرتش تخلص. الله غالب هو بصح والله لا مغامره، والله لا مغامره، وسي با سي با فاسيل باش دير ان فيلم في كندا صح سي با فاسيل. انا قعدت تقريبا باش درت هذاك الفايتنول تما قعدت تقريبا 20 يوم وانا نبعث كل يوم فاكس ليميغراسيون باش يعطوني هذاك تاع الفيزا وباش يعطوني توريزاسيون دو فيلم. كانت لا فيل دو موريال عطات لي لا فيل تعطي لك باطل، تقول لك بصح روح تفاهم مع الحوان تفاهم مع اصحاب الطريق وما كل واحد وش كل واحد بروفنس تاع كل واحد الناحيه. اش بغيت نقول لك ابراهيم؟ انا اعطيني انا وش باغي نقول لك؟ اعطيني احنا جبناك لحقق حلمك، انت الحلم تاعك حققته. هي حققت بصح كانت 50%. معليش زعما مازال زعما باش نوصلوا لهذا بصح كاين الناس كريم كيك تقول 50%. انا كريم نعرفك بلا ما نعرفك، نعرف كريم باتمان، نعرف كريم سوبرمان، نعرف كريم شحال من حاجه درتها يا كريم. الحمد لله الحمد لله. هادو الاشياء انت واش كان الحلم تاعك؟ ممثل
ولا كانت تحب تكون مخرج ولا منتج؟ والله انا كنت نبغي نكون مخرج. مخرج؟ ما نكذبش عليك، انا نقول لك يا كريم انت حققت روحك في الاخراج والحلم تاعك تحقق. انت ريت بالك هكا. ايه انا انت تقدر تخرج اليوم كريم، راني نهضر على المشاهد اللي راه يشوف فينا كريم، باش تكون على علم المشاهد اللي راه يشوف فينا كاين ناس بزاف ما عندهمش مي با كاميرا باش يروح يخدم مخرج، وعندنا بزاف مخرجين اللي خرجوا من ليسماس ولا خرجوا من ولاد فايت وهو مخرج بصح ما قدرش يدير، ما يقدر يدير والو، يستنى في كاش قنوات ولا في كاش منتج يعيط له، فهمتني؟ لا كريم نقول لك باللي انت درت شحال من الفيلم، هاك داير شحال من الفيلم كل عام انت في قنوات؟ كل يوم كل برسك انا نفوت خطره في سيمانه دو فوا بار سيمانه درت لي بي بديت الحمد لله. شفت بصح ابراهيم نقول لك حاجه باش نقول لك باللي حققت حلمي 50%. 50%؟ 50%. واش راك حاب فوق هذا الشيء كريم؟ انا راني باغي نكون بليس ان شاء الله، باسكو عندي طاقه، راني راهي خازنه طاقه، يليق لها شويه لي موايان، يليق لها شويه دراهم، يليق لها شويه دي سبونسور، يليق لها هاك فاهم. ديجا كي نحكوا على سبونسور انت قلت لي ذاك النهار في كي درت باتمان. باتمان اه كيفاش صرات باتمان هذه؟ قلت لي جاو عندي لي سبونسور وكي قلت لهم باتمان رانا محروقين. كيفاش انا هذه انا ماشي انا اللي قلت، حنا جاولينا ناس هذوك اللي يخدموا كوميرسيال في الجزائر كاين ثلاثه ولا اربعه ولا ما على باليش، جاولينا قالوا لنا باللي انتم سبتكم ما جاوش ليكم لي سبونسور على جال باتمان. علاش؟ قلت لهم على واش درنا احنا في باتمان؟ احنا درنا باش نذكر المشاهدين نروحوا نشوفوا الفاصل هذا تاع باتمان باش يشوفوه، وهما اللي يقول لك عليه يحكموا عليه. باتمان تخدم جزائري كوميدي هكا كريم. اكزاكتومون. كيفاش كانت الفكره؟ كانت الفكره انا وانت في البيرو ودخل منير راك عاقل عليها، وانت قلت لي علاش؟ قلت لك نديروا ام بيب على لاشين او ميم طون ليميسيون تاعي اللي غادي نديرها سلسله باتمان في وهران، راك عاقل؟ سي سا. الور ومنير زاد عاوننا بليزيدي الله يذكره على خير من هذا البمبر، نحيو خونا منير. الور بدات كيما هكا، انت قلت لي دير تاع ساتيليت دير منا باش نعرفوا لا فريكونس تاعنا. بيان سور كنا جدد احنا. خدمها سكتش. اكزاكتومون. احنا كنا جدد، كنا اي حاجه نقدروا نديروها باش نعرفوا لاشين تاعنا. اكزاكتومون. نعرف لاشين تاعنا للدراري للكبار للفاميلي. اكزاكتومون. هذه هي. وحنا اش درنا؟ احنا ربحنا لي زونفون، كاع الناس ولات تقول باتمان ان وان ان اونفون كي من على 20 طون يعقل عليك، واحد كبير شنو يدير؟ ينتقدك. بيان سور. ما تكذبش. هو كيجي لي كيقول لك ينتقدك، هذا عنده 20 طون 21 طون تبان له باللي باتمان، على بالنا باللي باتمان دار وبسوفيستيكي، احنا بغينا نديروه بالطريقه الجزائريه. هزليه بارك الله. هزليه احنا ونجحنا دير 20 مليون. على بالك باتمان تاع امريكان ما دارش 20 مليون، هذا دار 20 مليون اصاحبي. شتاه ولا لا؟ صح. شتاه انا 20 مشاهده 20 مليون. قريب 2 مليون تاع كومونتير ومانيش عارف شحال من جام، الحمد لله. انا الحاجه من تكبر وتعمر وفيها الفي هذاك هو الصح. راك فاهم؟ صح. انا الحمد لله ولو كاع ينتقدوا فيا باتمان وعلى درت باتمان باتمان يطير، انا درتها لك اكسبري، انا درت لك باتمان يطير باش انت تنتقدني وتتفرج عليا. سي سا. انا عارف هذا لوبجيكتيف تاعي. انا الناس هادو اللي راهم ينتقدوا ويعايروا مور اليوتيوب ومور الفيسبوك وكاع، انا بور مو راهم يدوا في سيئات بطل. يدخل عندك ويسبك. انا اللي باغي يخدم نستعرب به، ما يديرش كومونتير يخدم كيفي ولا خير مني. انا اللي جبت لي 20 مليون، انت اللي راك تكومونتي وتعاير فيا وتنتقد فيا، جيب 20 مليون ولا 15 مليون تخرج برا، الناس تبغيك وتتصور معاك ويقول لك اللي يلقاك يقول لك بارك الله فيك، تما نستعرب بك باللي انت درت حاجه. انا والله غير جو دوموند هادو الناس اللي جات لعندنا يقول لك سبونسور ما جاكش على جال باتمان، انا والله غير هذه مازال ما شفتهاش. سبونسور ما جاش عندنا ما جاش، هاو جاي الوقت ويعرف. وزيد كاين بعض القنوات ما نذكروش اسماواتهم، ربي هنانا منهم. هاد القنوات كانوا يديروا جماعه انا شفت، انا كي يقول لك اذا حققت نجاحا بنيت اعداء، راك فاهم؟ اذا حققت كي تحقق النجاح تبني اعداء. انا مريح في الدار حتى نلقى الناس تهضر على الانوان وتهضر على باتمان. تسمى حنا رانا اكزيستو، حنا مش انت ابراهيم، انا شتكاش نهار في حصه جبدها انت على قناه، انا جبت على القناة تلفزيون الجزائر قلت لهم احسن تلفزيون. اكزاكتوم. مازال الى يومنا هذا الناس تقدر تشوفوا، وانا جي لونور نكون كيما هما برك. اكزاكتوم. شوف الطاقه اللي عندهم في لاتيلي، كل حاجه في بلاصتها، كل حاجه في مقفى، فيها العسه، فيها فيزيوناج. حنا من داك نديروا كاش حاجه وما نفيزيونيوش تلفزيون جزائري باش تلحق ليه يلزم لك. انا نعرف نشكر كامل العمال تاع التلفزيون الجزائري ونحيي كاع اللي راهو على راسها،
وتاع الحكومه وتاعنا نسالوا فيه كامل. ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كما يقول لك القنوات هذو ربي سبحانه كما يقول لك والرئيس تاعنا والدوله راهي تخدم وسلطه الضبط ان شاء الله نقوا نقوا الاوديو فيزيال لازم لها كما يقول لك التصفيه ان شاء الله بشويه بشويه ان شاء الله نلقوا لي جون كما يقول لك غير تاع ميدان باسكو في واحد الوقت كانت مخلطه. لا لا دوك الحمد لله دوك وبانوا بزاف بانت بزاف الرادع وهاد الايامات راني نشوف باللي سلطه الضبط راهي واقفه راهي تخدم خدمتها. انا راهي عجبتني قاسم انا واحد من لي زارتيس اللي يبغي سلطه الضبط باسكو راهي واقفه على الخدمه. ومن هذا المنبر نحييكم تحيه كبيره لكم تحيه كبيره وخدموا كونتيني وراني وراكم عاجبيني ان شاء الله. خويا كريم حنا كل شيء راهو كاين سلطه الضبط دوكا كاين كل شيء كل واحد يمشي على الطريق الصحيح ان شاء الله. حتى القنوات الاخرى ربي يوفق كل قناه ان شاء الله اللي تمشي للطريق الصحيح مرحبا بها. هذه هي كريم قلت لنا باللي 50% تحقق حلمك مازال ما حققتش ال 50 الاخرى وينك حاب توصل؟ انا نحب نوصل كاسيون واعره ابراهيم والله يا الاستاذ ابراهيم لا ضربتني بكاسيون واعره وين حاب نوصل؟ الى الاخراج راك دير انا الاخراج ندير سيناريو نكتب والمونتاج ندير مونتاج دير والتمثيل. كنقول لك باغي تضحك عليا ابراهيم شوف انا ما عنديش لي مويا. كيفاش ما عندكش؟ عندك لي مويا يا كريم ما نكذبوش على بعض. الشاب هذا اللي يحب انت شفت عندي كاش نهار في 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 صوالحي كاين سبونسور كبير وعندي برعايه هذه وهذه ما عنديش معليش بالله كاين برجال كيما انت اللي يوقفوا معايا ويعاونوني نتمشى. بصح يا ابراهيم اقسم لك بالله ولو كان يعطوني سبونسور ويعطوني دراهم ويعطوني كيما شي مخرجين ويعاونوني يعطوني شويه لي مويا راه كاين في الخرخاش نقدر ندير صوالح راك فاهم مي لا غالب. فاش ديرها؟ ديرها في لا كوميدي في لا شوف سوا في لا كوميدي سوا في في في, في تراجيديك سوا في الدراما ندير عندي صوالح شابين. اعطينا حاجه في لا كوميدي اليوم. طلع كريم كاين تفضل تفضل لهنا كريم والله غير تتفضل تفضل وين تفضل يا تفضل خويا لا نعطيك بلاك ولا شنو معليش تفضل لهنا يا تفضل خويا كريم كريم باش تكسر لنا لا روتين على بالك نعطيك بلاك نعطيك بلاك معليش تفضل هنا واعطينا واش حبيت. كريم كي يكون واقف يقدر يضحك 50 60 واحد هكا لا لا نضحك انا نبغي تكون سبونطاني معليش هيا راك سبونطاني هكا راك سبونطاني كريم هيا يلا نعطيك قصيده ولا شنو واش حبيت هيا خويا كريم روح ضحكهم ضحكهم برك شنو نضحك عندي بلاك انا نعطيك بلاك معليش ضحك لافاس انا نضحكك لايف انا نضحكك تجي سبونطاني ديالك هيا راك عندي بلاك نعطيها لك هيا روح بصح جيسبر تعجبكم بصح ضحكوا وما يضحكش انت غدغه خطره واحد والله العظيم قال لي قال لي ضحكني قلت له طلع يديك دغدغتها ولا يضحك هي قلت له هذيك هي قال لك هيك هيك هذه هاي الكاميرا تاعك قال لك واحد مشومر مقله ما عندهاش يدور 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 هو د لابيشري شم ريحه الحوت الشوان الناس قاعد تشوي قدم عند واحد قاعد يشوف كيما هكا قال والله غير ندخل دخل دوموندا بلا تاع 400000 في 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 ريستورون شباب 4 ايطوال يضرب 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 بقات شويه تاع ماكله جبد قريلو تاع بوطاجي قاصه عيط للسيرفر يلاه روح تحشموش 4 ايطوال ريستورون تاع حوت بيتر جو عباد الله قال لها لك ما تحشموش قال صاحبي غير اسمح لنا الله يخليك بالك غلطه ولا قال لها عيط عيط باترون عيط باترون جا باترون سمين قال لها اش عندك خويا قال لها عيب قال لها نديرك في الفيسبوك دروك والتيك توك ونحشمك قال لها نطيع لك النيفو تاع الريستورون قال لها غير اسمح لي خويا الله يخليك جبد له 200000 قال لها هاك خرج تبعه باركينغر شاف اللقطه قال لها صاحبي نصلع ربك والله لا شفت اللقطه قال لها ما عندكش كرلو باش نفطر قال لها باقي لي غير دبانه باش تقوى بها. كريم عندك الضحكه تاعك المشهوره الضحكه المشهوره تاع تاع سفران تاع فران تاع اير كات رايح الى بلايك يعطيك الصحة كريم اخويا والله يربي الدمع عن هنا ابراهيم ابراهيم خويا ابراهيم الله يبارك قال لك سألني على الدراهم والدراهم ما عنديش واللي ما عنده الدراهم راهو في حالة الدراهم ينتقل بكوش ونسى يردهم رجالة في خاطر الانوان هذه واحدة اخرى هذه
فرايب خويا والله. قال لك قرلو تاع بوطاجي ايطاغراف. قرلو اليوم صافي اليوم غير قرلو. وا قرلو يا ترى سبحان الله اللي راهم يتعشاو ولا اللي راهم الحلقه تاعنا قرلو تاع بوطاجي ايطاغراف مطلعك راه في السبيطار، السبيطار تاع تاع الحشرات. طلع يا وناموسه حداه دايره الماسك. هي قلعت الماسك شفت فيه، قلت لها شريكي افر تاع فلي توكس، قال لها لا لا ضاربيني بصباط كارون طرو. رايب خويا ارتيست كريم والله غير صافي بليز اللي جيت معانا. انا والله غير كنت حابك تكون قدوه للشباب الجزائري في التمثيل في التنشيط. فانت درت تنشيط كريم؟ درت تنشيط، درت حصص تلفزيونيه، درت الغاز مع الناس، الغاز مع الناس كنت. الله يبارك. انا كريم نشوفه بوليفانو يدير الاخراج المونتاج يكاميري. كريم قريب انا وياك كيف انا كيف. انا الاوديو فيزيوال كيما انت. شوف كاع اللي يروح للبلدان المتقدمه كيما كندا امريكا، هاد البلدان اللي يعرفوا الاوديو فيزيوال كيما انت قريت تما، هادو الناس يعلموك لا 90 يعني تكون 90 تعرف الاخراج. شاولا ميتيرو اونسان يعرف الاخراج ويعرف المونتاج ويعرف ليكليراج ويعرف الصون ويدير كل شيء. فهمتني؟ انا صافي بليزير كي يكون مع واحد ميتيرو اونسان يعرف. انا دروك راني نشوف المخرجين، اسمح لي اونتر بارونتيز تا خويا، ونقول لك مخرج ما يعرفش يدير مونتاج، مخرج ما يعرفش يدير، ما يعرفش يصحح سيناريو، ما يعرفش يدير ديكوباج. اسمح لي دقيقه. مخرج انا شفت مخرج يجي في الجزائر، مخرج دراهم في الجزائر. انا شفت مخرجين دراهم شتيرا، اقسم لك خدمت مع مخرجين دراهم شتيرا، ما يعرفش حتى يريق الكاميرا، ما يعرفش حتى نيشان ولا لا. صح صح ولا راني نكذب؟ صح بالك قرا هو الاخراج بلا ما تعملها. كاين احنا في كندا وفي الاخر تقرا سامحني تقدر تقرا كاتيجوري 4 و 5 ما فيهاش مونتاج وما فيهاش بخونور دو سون ما فيهاش. على بالنا بصح ابراهيم انت ميتيرونسان لازم دير كل شيء. صح تعرف في كل شيء، تفهم في كل شيء. هاو انت ميكانيسيان فيني شدير تعلم لي ميكانيسيان. هاو انت ما تعرفش تقلع بومبا وتقول لي ميكانيسيان، امبوسيبل خويا. مخرج لازم 90 يعرف يدير كل شيء، مخرج يدير اخراج ويعرف يتورني حتى يعرف. ميل جيبسون قال لهم لا رياليزاسيون سي با دي زيماج اكولي، ما تقولي ليش لي زيماج دروك من هبا وهذا بيرفد كاميرا تاع سامي. معليش انا هادوما لا سامحني لا 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 الاوديو فيزيوال طاح. لا لا اسمح لي كريم، لو كان ما يكونش كاين الهوات واه ما تقدرش تمشي. دوك هذاك الطفل هذاك اللي راهو يخدم بك، انا العام اللي فات في رمضان اللي فات جاوني جماعه من المستغان، ماشي مستغان، من سيدي بلعباس جاو قالوا لي هما صغار في السن. درت لهم هذيك 100% كوميك، قالوا لي لا تجوز انا، قلت لهم جيبوا لي نشوفها. كي بداوا جابوا لي الحلقه الاولى والثانيه قلت لهم شوف هذه باش فيلميتو راه مضعاف شويه. قالوا له كان نخدمهم ونروحوا نتعبوا شويه هكا وبزايد وتقدر تعقبهم. قلت لهم ايه، لقيتهم واحد 50-60% ولا غير جوزتهم في البرايم تايم في رمضان. هذاك الطفل اللي ولا هذوك اللي جان هذوك في عمرهم 18 سنه الفوق، انا فرحت. شغل ديجان عندهم كاميرا وراحوا سلفوا كاميرا واحده اخرى وداروا ميك. انا هادو نشجعهم يا كريم. شتك انا نشجع هادوما، نخليه يحلم باللي يكون مخرج، خليه حقق الحلم تاعو انا حققته له. هو باش يكمل دوكا ما يقدرش، بصح اذا كان عنده شويه تمويل برك راح يقدر كريم. راح باباه اذا شاف وليده خرج هكا باباه ينحيها من جيبو يشيلو كاميرا، بارك الله فيك، يشيلو ميكرو. صح صح على بالي. بصح هذاك الطفل ديجا ودا معاه 15 ولا 20 ويولوا عنده ممثلين ويولوا عنده. كاين حاجه واحده اخرى اللي نوصي بها هادو الشباب اللي هم جايين، اللي يعطيك فرصه يا اخي في التمثيل في التنشيط في كذا، شدها اخويا العزيز شدها، لعل بها يفتح لك باب. تتفتح لك باب. كاين ناس شفناهم في 2012 بداوا دوك راهم دي ستار. بيان سير راهم دي ستار، ما كاينش اللي ما يعرفوش، يعرفوهم بارتو راك فاهم. وكي نقولوا ان ستار ماشي هكاك وخلاص، يقول لك هذا الانسان ولا ستار وخلاص، والله غير تعب هذاك الانسان. بيان سير فهمني. بيان سير انت بالك كاين دي ستار وخدموا مع عندك. بيان سير انا فاتوا معايا 90% تاع لي كوميديا لي شايعين في وهران كاع. شفت كيف في الغرب كاع فاتوا عندي كاع لي ستار اللي لعبوا كاع سيد لي غرون كوميديا فاتوا عندي. كنت رياليزاتور تاعهم صافي ان غرون بليزير راك فاهم. انا كنت نحلم غير نمثل،
نعلم غير نلعب مور طبيعي. هذه هي اللي نلحقي ليها الحلم تاعك. اكزاكتومون. بصح وليت انا رياليزاتور ونديريجي والحمد لله صافي بليزير، وكانوا صوالحي شابين ونباعوا وبالدراهم راك فاهم، والحمد لله زعما درنا صوالح اللي خلينا الناس تهضر علينا، خلينا احنا هضرت علينا حتى بي بي سي وخضرت علينا شحال من لاشين الله الحمد لله، زعما درنا ضجه اعلاميه الله اللي وقعت مع تاع بو صندوق مع حديدان المغاره. احنا من هذا المنبر نحيو خوتنا المغاربه ثاني، احنا ما عندنا حتى مشكله. دوك وقعت هذيك الضجه في المغرب في تونس في مصر في الحمد لله رانا اكزيستينا في العالم العربي. تسمى انا حركت الشجره طاح شويه ورق، بصح كاين اللي ما دار والو مريح ايا يقول لك هذه خدمه هذه ينتقدك، هذا تورناج هذه كاميرا هذا تصوير هذا يا ودي دير. انا مين يلقاني واحد برا ويقول لي بارك الله فيك وان نونفو يجري مورا يقول لي عمي باتمان سبايدر مان والله عجبتنا صافي بليزير، ان مريض ولا ان جون ولا هكا هذيك تاع باتمان ابراهيم والله العظيم خطره كنت فايت نشوفهم دايرين هذوك المرضى هذيك مساكين لي كونسيور من هذا المنبر الله يشافيهم، اقسم بالله تفرجوا في تاع الانوان هذه ويغنوا. هيا تخيل هما الناس ضحكوا عليها والناس انتقدتها وهذو لي سبونسور انتقدوها وعايروها وقال لك ما نجيوش معاك. لا لا تقدر تكون ماشي صح باسكو سبونسور شكون اللي يقيديه؟ يقيدوه دي بوات كومينيكاسيون دي بوات هذه وكالات اشهاريه. واه. هو يقول لك روح لهذا وروح لهذا. المهم احنا دوك الدنيا تتبدل ان شاء الله، الجزائر الجديده كل حاجه تمشي جديد ان شاء الله. ان شاء الله احنا نكونوا معاهم وخلاص هذا ما كان ان شاء الله. المهم انا نتمنى لك كما يقول لك ابراهيم، نتمنى لك النجاح في القناه تاعك لانك راك تمد لا شونس لي جون. واحد من الناس انا ثاني كما يقول لك راك معايا وراك توجور واقف معايا وتعطيني دي كونساي وتوجور نسمع منك. انت قدوه الله يحفظك بور توت لي زالجيريان، وانت قدوه للشباب. انا والله اليوم جبناك لهنا كي شفتك انت قدوه للشباب، شفتك كيفاش تخدم الشباب وشفتك عندنا ان تي بروبليم. هدايا الشاب اللي يجي تورني هاو كيما كريم عنده نفس المشكل اللي عندنا احنا، هاو يجي تورني جديد ومن بعد يبدا يدير لك في المشاكل. احنا نقولوا يا شباب انت اصبر هذا الانسان عطاك ان شونس باش تكون ممثل ولا تكون زعما باش تنشط ولا اصبر، ماشي هذاك هو خلاص تقول انا مثلت وليت لاباس عليا ونروح. نو لازم لي شونس وحده مور خطها وحده مور خطها. ان شاء الله ربي يوفقك ولا لا كريم؟ ان شاء الله يا ربي. انت يا ساعف انا راني ساعف خويا قد لي النجم والناس اللي تقصدني ما نردهاش، ونقول لك حاجه في الخارج يخلصوا باش يمثلوا على بالي. يقول لك مع ما بغيت تلعب مع توم كروز مع بريسلي مع فلان مع فلان تخلص كل واحد ويطونت. انا شفتهم في كندا كاين دي زاجونس تدخل عندهم تقول لهم باغي نمثل مع بريس ويليس لقطه فايت يقول لك ها 20000 دولار 30000. احنا هنا باطل وتجيبه توكله وتشربه وتبيته في لوتيل وتبيته في ابارت بعد يدور عليك يولي يهضر فيك يقول لك ما خلصنيش. انا داير لي ورقه باش تلعب باطل بصح روح تلعب باطل كي تولي ستار انا نولي نخلصك، انا نزيد على روحي ونخلصك نبيع قشي ونخلص. ان شاء الله دوك بالعقل كريم دوك هذا الشيء كل حاجه راهي تفرى بالعقل. احنا ماذا بينا هذاك الانسان كي يجي لازم نخلصوه لازم نواسوه. احنا ثاني عندنا هذه الازمه نجيبوا ناس هم يقدروا يعاونونا هم يعاونوا فينا في القناه وكذا وكلش، نهار اللي يفتح علينا ربي هذوك اولى الناس اللي تكون معاهم. احنا نكونوا لازم نمشوا معاهم رجال كما نقولوا. نهار اللي يجيك سبونسور هذو الناس اللي يتعاملوا معاك وما كانش عندهم حقهم عيط له قول له هاو اليوم هاو جاني سبونسور راني عاود جبتك ارواح اكزاكتلي. هذه هي لازم تكون مفاهمه المفاهمه. احنا الانسان الشعب تاعنا شويه ما يصبرش، عندنا شويه لافونس عندنا لافونس. احنا نقول لك كل واحد يحكم روحه ويحقق حلمه. لازم تصبر على الحلم تاعك، اصبر عليه خويا العزيز قريت اصبر يجي النهار ربي يوفقك. ممثل رياضي اصبر وسعى ماشي تقعد هكا تقول انا ما جاتنيش لا شونس. لازم يسعى ولازم يمشي. كريم انا شفته في كل مكان، كل ما نعيط له نقول له كريم وراك يقول راني في قسنطينة راني في وهران راني في بالعباس راني في كذا، ويروح يدي زعما يروح المدينه كيما دوكا. وين راك في المدينه تشتغل فيها دوكا؟ مستغالي مستغانم كريم من بر نحيو ناس مستغانم خوتنا. كيما كريم دوكا راه في مدينه مستغانم وراه يخدم الناس معاه من مستغانم هكا كريم بالبنات. شوف ابراهيم اسمح لي انا كي نروح الناحيه نخدم من ماليها مليح فهمت، ندي معايا دو تروا اوراني
باش نيكيمي لو جو نخدم مالي. انا جامري بيان المواهب هادو اللي ما يوصلوهمش انا نوصلهم. نبغي نروح للزموره، نبغي نروح لوادريو. وادريو خدمت ماليها ثاني، وقفوا معايا بصح، وقفوا معايا صحاب وادريو الله يحفظهم ويسترهم. ثاني خدمت ماليها، رحت درت سبايدر مان في دوارنا. انا نهار اللي درت سبايدر مان في دوارنا ما نقولك شكون، رحت عند واحد المدير قلت له غادي ندير واحد الفيلم، قلت لها فكاهي غادي نحكي سبايدر مان. شنو قال؟ قال لي سبايدر مان داروها بركا ما تشكل. قلت له كيفاش؟ قال لي داروه وما غادي دير والو به، وبنا بروبوزيته انا انشان باش نخدم كش ما ناكل خبز. قال لي لا ما دير به والو. قال لي سبايدر مان داروه سي بيريمي وانتوما غادي تخدم، تقدر تخدم لي زيفي. قلت له انا غادي نخدمها بلا لي زيفي. قال لي شادي؟ قلت له الدوار. قال لي سبايدر مان في دوار؟ قلت له واه. اما لي سبايدر مان في دوارنا هو اللي دمرني ا 90% من الخدمه تاعي. صافي حققت الحلم تاعك مع سبايدر مان. اكزاكت. لعبت سبايدر مان، لعبت. انا كنت تاثرت بهذيك الشخصيه، نبغيها سبايدر مان، تاثرت بهذيك الشخصيه اقسم بالله. لعبتها وخرجتها والناس كي تفرجتها وين اللي يلقاني يقول لي بارك الله فيك، اعجبنا سبايدر مان. قصه في المستوى، سيناريو الحمد لله. ما لا مالغري ما كانش الاخراج زعما طوب و 100% ولي معليش اللي صوتك وصلت الميساج تاعك. كانت محاوله جيده والناس عجبتهم. البزوز اللي لقوني سبايدر مان وين ما نفوت الحمد لله يا ربي، شعبيه كبيره الحمد لله يا ربي. وان شاء الله كما يقول لك من الاحسن الى الاحسن ان شاء الله. وان شاء الله باغي ندير معاك ان شاء الله في رمضان سلسله فكاهيه باتمان في وهران ان شاء الله باذن الله برعايه قناه الجزائر انوار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نلقوا ممول يعاوننا، ولا راكم تسمعوا فينا ان شاء الله غادي نديروها للاطفال، اول برنامج للاطفال في رمضان ان شاء الله. وان شاء الله يعاونونا دي سبونسور يوقفوا معنا كما حنا رانا واقفين مع اولادكم، وغادي يكون ان شاء الله فيها التوعيه. ونوفو كي تفرحها في التلفزيون غادي تقارع منا بزاف صوالح من بعد. صح كريم، الله غنشكرك على هذا الكلام، نشكرك على كل شيء اللي جيت لينا. صح. كريم باش يكون عندكم معلومه، كريم راهو معنا في القناه كل سبت، راك تجوز كريم كل سبت قناه واه السبت راني ندير حصه توعويه فكاهيه هادفه اللي هي راديو تروطوار. راديو تروطوار كانت من احسن الحصص الجزائريه. هاو الاحلام تاعك هي توصل اكزاكتوم، ولي سلطه الضبط عجبتهم وقال لك واصل بارك الله فيك. الحمد لله احنا ان شاء الله باذن الله من الاحسن الى الاحسن. احنا هاد الناس رانا نوعوا، كاين دي بريزوني محبسيه محبوسين مساك الله يطلق سراحهم. والله العظيم واحد قال لي لقاني عندها سيمانه قال لي اقسم لك بالله يا خويا راديو تروطوار 5 سنين في الحبس وانا نتفرج فيك من اللي بدات. قال لي والله العظيم يا الحبس كومبلي تفرج. قال لي تبكينا ضحكنا. قال لي والله لا نفاجئ معك نقارعوا كاع النهار وين تفوت انت كريم. سبحان الله يوصل واحد، يوصل واحد مسكين اونديكابي بكروسه يقول لك والله لا بارك الله فيك هذاك الكلام اللي راك تقوله هذا هو، هذا هو الطريق الصحيح. هذه يا كريم ان شاء الله ربي يخليك في الطريق الصحيح. هو على بالك شوف اللي يطلع بالشويه خير من اللي يطلع ديريكت وعاودي عاودي روشوتي، باسكو اللي يطيح يتشقف واعره الدم يولي سيل ما يحبش، بصح اللي يطلع بشويه 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 ما يطيحش. معليش كريم انت يا تضحك وتعرف تكتب وتعرف دير لي سيناريو، اعطينا قصيده شابه اللي نختم بها الحصه تاعنا ونروحوا لناريمان باش تختم الحصه تاعها. ايه قصيده شنو نقول لك؟ وعلى هذه القصيده نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه من حلقات حقق حلمك. انت اللي حاب تحقق حلمك ما عليا غير نقول لك ابعث لنا فيسبوك الانستغرام، وان شاء الله نزيدو نديركم تليفون باش تعودوا تتواصلوا مع سيرين وناريمان. نقول لكم اللي حاب يحقق حلمه ما عليه غير يتصل في كاع المجالات، ماشي غير في المجال تاع الاوديو فيزيوال، لازم تكون في كاع المجالات ونقدروا نبعثوك المكان الصحيح. ما قدرتش تخدم وعندك انت حرفه في يدك نقدروا نوصلوها لك. ما تقدرش تروح لمكان اخر وعندك عائق في هذاك الشيء نقدروا بالك نوصلوك لهذاك المكان. ان شاء الله بالقناه الجزائر انوان وبالحصه تحقق حلمك نقدروا نحققوا الحلم تاعك، وعلاش لا، وهذا في الطريق الصحيح ان شاء الله لينا ولكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قال لك يا ولفي وعلاش رحتي وخليتيني؟ نشكي بك ربي هو اللي داري باللي صار، راسالي اللي كطير اللي نقدبت وسجنوني، في الظهر نغني وفي قلبي هموم كبار، حرموني من الدنيا حيوا فيها دفنوني، كيما داروا لي ندير لهم في ديك الدار، قلب العاشق في الجمر والمعشوق مهني، كي بغيتوني ننسى الانوان كحلة الاشفار، محال ننساها حتى نموت ويدفنوني، وان شاء الله تكون قناة كبيرة
يا تحيه ابراهيم وتحيه الانوار. نشكر كريم على الحس الفكاهي اللي قدمه لنا ونقول له كريم ربي يوفقك في حياتك وفي اعمالك ان شاء الله. نروح نتابعوا هذا الفيديو الكريم. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا الى نهايه عددناها اليوم من برنامج حقق حلمك. نلتقي في اعداد اخرى مع مواهب اخرى ومع اشخاص اخرى حققت احلامها. سلام. السلام عليكم. هو شاب طموح يعشق عالم الشهرة والكاميرا، مخرج ومنتج لعدة أفلام، له مرور في عدة قنوات تلفزيونية، من الشباب الطموح اللي حقق البعض من أحلامه. نروح نتعرف مع بعض على كريم عبدالله.